بيعرفش مين الجاني ومين البريء، فين الوهم وفين اليقين. ده دورنا دلوقتي، نشوف ونفكر ونحكم، ده واجبنا مع الناس الحلوة. اهلا بكم. النهارده طبعا يوم الاهم في الناس الحلوه، يوم العيد. النهارده موضوع برضو مهم قوي قوي، والاول مره نتكلم النهارده فيه بتفصيل، وثقافه الناس فيه ضعيفه جدا، وده يخلي قيمه هذا الموضوع، وخصوصا طبعا مين اللي هيشرحه بقى. الموضوع النزيف، طب البليدنج او النزيف ده، طلبه الطب كمان بيني وبينكم، ده احنا يعني الجزء بتاعنا النهارده دايما الاولويه بيبقى لطلبه الطب. جالكم السؤال differential diagnosis of مثلا epistaxis او bleeding per nose اللي هو نزيف من الانف. اولا بلاحظ انه معظم الطلبة ما بتعرفش تجاوب السؤال ده كويس، والهيموبتس النزيف برضو سواء القيء الدموي او الكحة الدموية، هيموبتس والهيماتيمسيس، كتير من الناس بتتلاعب في الاجابة عليه مجرد ان هم يحطوه، خصوصا لو جاني السؤال درجته. وبرضه مهم قوي للطلبه، بص لدرجه السؤال، لان ده هيخليك تفهم انت هتجاوبه على انهي مدى. هل مثلا السؤال نازل عليه درجات قليله قوي، فانت يا دوبك هتبقى القصه مثلا مقارنه، ولا السؤال عليه درجه كبيره فلا هتشرح ده وهتشرح ده وتشرح الميكانيزمات. لازم تبقى انت كطالب طب ذكي في الحته دي. المجتمع بقى عنده رعب من انه يشوف دم على طول. أول ما طيب ما هو الرعب ده مطلوب، إن واحد يقلق لما لأنه الموضوع ممكن يكون إمرجنسي، بس كيفية التعامل معاه ويدخل إمرجنسي، الطوارئ هيتعاملوا معاه إزاي؟ والأسباب نشخصها إزاي؟ ما التشخيص هو سر النجاح في أي تعامل مع حالة، لأن النزيف إحنا ساعات بنبقى مش عارفين هل ده ضغط؟ هل ده سيولة في الدم؟ مثلا نزيف من المناخير، طب ما ده هل ده بربرة؟ هل نزيف من البق ده هيموفيليا؟ طب نزيف مش عارف ايه، طب ايه الفرق بين البربرة والهيموفيليا؟ القصص دي مهمة جدا، والنهاردة يوم مثير جدا، وكالعادة الحوار بيكون ممتع للغاية مع ضيفي أستاذنا أستاذ الأساتذة والأسطورة الحية للعلوم الطبية الذي يسعدنا دائما بحواره الرائع والراقي جدا والكثيف المعلومات، وبطريقة مذهلة ويعني متفردة في التفصيل والتوضيح، ربما حتى في التفاصيل الدقيقة جمهورنا بيفهمها، فما بالكم انتوا بقى شباب الأطباء لو ما فهمتوهاش يبقى العيب فيكم بقى. أستاذنا القمة العلمية الكبيرة أستاذ الأساتذة الأستاذ الدكتور حسام موافي. باطنة يعني غير جزء تخيلي، أستاذي فقط تعيير قائم على دراسة باطني وعنك أهم أعضاء الجسم. لطلبة الطب عشان يبقوا فاهمين ما هو التخصص وما هو تخصص داخل التخصص. أستاذي كان واخد دكتوراه أمراض بطن، وهو رقم واحد في القلب في مصر، بس اشتغل قلب بعد ما بقى باطني محنك. باطنية يعني بطن، باطنة يعني غير ظاهرة. ما هو الكبد؟ ما هو وظيفة الكبد؟ الكبد من أهم الأعضاء اللي في الجسم، لأن وظائفه كتير جدا. تعالى المريض عنده تليف كبد، أقول له ممنوع تصوم، وربنا حط الحفاظ على النفس قبل الحفاظ على الدين. بأول تيست من وظائف الكبد هي قياس السكر. الكبد فشل في إنه يحول السكر لجلايكوجين، لكن الراجل ده ما عندوش السكر وعنده بنكرياس سليم، فرح حربه. في ناس فاكره ان وظيفه المعده في الناس الكبار هي الهضم، طب اللي شال معدته يبقى زيه زي بتاع الكبد. اللي عنده نشاط في الغده الدرقيه، اي مرض تمتص بسرعه وتحرق بسرعه تعمل نفس المنظر. لازم بقى الحته الجايه نقول سبحان الله، الكبد هو مصنع الكوليسترول. طب مين اللي بيخرجه من جسمه الى الموت؟ الكبد.
الأستاذ الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العين جامعة القاهرة، عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العين، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، مؤسس الوحدة الثالثة لطب الحالات الحرجة كلية طب قصر العين، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى، له 180 بحثا منشورا في المجلات العلمية المحلية والعالمية، مؤسس وحدة الحالات الحرجة بقصر العين، رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي، قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة. أستاذي وأستاذ الأستاذ الأستاذ دكتور حسام موافي، هذا يوم عيد يا باشا. الله يحفظك. يعني الموضوع النهارده مثير للغاية. النزيف ايه بقى؟ ايه يعني؟ انا عايز افهم يعني ايه هل الناس فاهمه ازاي الدم بيتجلط في سجيت تجلط الدم؟ لا هو لا طبعا مش فاهمه طبعا خالص يعني. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى فعلا سبحان الله سبحان الله ان ربنا عامل حسابه ان احنا نتعور. ما انت بتحلق الصبح يا ايمن بتعور نفسك لو مستعجل، قفلت باب العربيه على ايدك، ده وارد جدا جدا، ولد بيلعب كوره، فربنا سبحانه وتعالى عامل حسابه ان احنا نتعور. طب لما نتعور يحصل ايه؟ هو ده هيحصل 3 حاجات، فقدان اي واحده منهم هتنسى، لانك فقدت الطريقه اللي ربنا عاملها لك بمنع الدم انه ينزل. طيب الطريقه دي 3 حاجات لا رابع له، وحاجات كلها سهله جدا جدا، فقدان اي حاجه من الثلاثه دول هو ده اللي انت عايز تقول الموضوع ده النزيف. ده مهم قوي. في الفاكتورز او العوامل فيسيولوجيه التجلط. يعني ده مهم قوي يعني. مش هنقول التجلط لان التجلط هيخلي الناس ذهنها تروح لجلطه الدم. لا، فيسيولوجيه منع النزيف. منع النزيف. وفعلا لما تسمعوني بتكلم كده تقولوا سبحان الله ربنا عامل حسابه على هذه التعويره. انا جبت موس وقطعت ايدي كده، ففي شعيرات دمويه او الاكبر منها اتقطعت. الشعيره الدمويه جدارها عضله، جدارها عضله رقم 1، العضله دي تروح ماسكه كده بس مش هتخلي الدم ينزل. انت عندك بالونه فيها دم مفتوحه، انا قطعتها رحت ماسكها تاني كده بس انتهت المشكله. فالخطوه الاولى في حمايه جسمي من اي تعويرة ان انا اقبض العضلة اخليها تنقبض. بس يعني هي ربنا عاملها فور وقت قليل، مش هتقدر ماسكة على طول. طب ماسكة لحد امتى؟ سبحان الله، لحد ما الصفائح الدموية تلم نفسها تيجي على المكان ده. كأن مكان حصل فيه ثغرة والجيش كله راح ناحية الثغرة. الجيش ده هو الصفائح الدموية والثغرة هي التعويرة. انا كنت قافل كده بس مش هقدر افضل على طول في العضله دي. اول ما تفتح يكون الصفائح كلها جت في الحته دي، وايه اللي نده لها؟ ايه اللي قال لها تعالي يا صفائح في الحته دي؟ مطرح التعويره بيطلع ماده المفروض هي جوه الخلايا اللي هو التيشو فاكتور، لو طلع يروح لامم الصفائح حاططها هنا وبس كده. سبحانك الله، الصفائح لما تلم مع بعض تطلع ماده تلم الصفائح الثانيه. يعني هي اتلمت الاول بالتيشو فاكتور اللي طلع من الجرح، لكن هي لمت نفسها وقفت هنا. 2-3 دقايق هتكون خلاص عملت وظيفتها. يكون شلال كاسكيد بتاع التجلط بقى. اللي الناس واخده الكلمه دي على ان هي الاساسيه، لا، ده بيحصل 3 حاجات. نمرة 1، انقباض في الشريان بعضلته، كونتراكشن اوف ذا فيسل وول. نمرة 2، تجمع الصفائح في مكان الجرح الثغره. نمرة 3، هيكون التجلط حصل ينتهي بحاجه اسمها فايبرين. الفايبرين ده زي القطيفه كده يجي في الحته دي يروح قافلها. لكن ده شلال.
شلال يعني ايه؟ يعني ده يشغل ده. طب ده لما يشتغل يشغل تحتيه. طب ده لما يشتغل يشغل تحتيه. 12 حاجه لحد ما الاقي الفايبرين ده جه. اللي بينزف عنده غلطه في الثلاثه، اما مش قادر ينقبض، اما الصفائح مشكله، واما الشلال بايظ. هو ده. فعشان كده اللي بيجي واحد بينزف، على فكره انا ماليش دعوه بنزيف الحوادث. ما بتكلمش عليه. خلص. انا بتكلم على واحد جرح عادي لكن مش عايز يلم. واحد اتعور وهو بيحلق والدم مستمر مستمر مستمر، ده اللي انا بتكلم عليه. الاسباب الباطنيه وليست الجراحيه للنزيف. الجراحيه بقى اوبريشن، واحد داخل بيعمل عمليه مش عارف ايه، او نقول ايه استمراريه النزيف. استمراريته ممنوعه. هو في ثلاث حاجات بيعملها: واحد ان ينقبض الشريان، اثنين تتلم الصفائح، ثلاثة شلال التجلط يحصل الى ان تهب مادة اسمها فايبرين. الفايبرين ده يسد الجرح تماما. هي دي الانواع ولا الانواع حاجة تانية؟ لا هناخد بقى ده يحصل في حاجة ده كل دول الثلاث ميكانيزم ثلاثة اللي بيحصل بيهم. طيب هل ممكن الجدار ما ينقبضش؟ ما ينقبضش خالص ويبقى بايظ جدار. طب وده هيتفضح؟ هيتفضح لما تعور، بس لما طول ما هو مش متعور زي الفل كويس والدم ماشي. لكن انا عندي ماسوره، تمام، الماسوره دي كيس نايلون وجايه الحمام اهو ماشي، انما هتتفضح امتى؟ لو اتخرم من كيس نايلون. فده لان الجدار ضعيف، فالجدار الضعيف مش هيعمل اللي انا ربنا عايز يعمله اللي هو كونتراكشن. ده بيحصل فيه نقص فيتامين سي، الاسكار بكاسب، نقص فيتامين السكيرفي، بينزف بسهوله من مناخيره عينه ودانه اي حاجه. ليه؟ ما عندوش الميكانيزم الاول. لان فيتامين سي اساسي لقوه هذه العضل. او عواجيز 75 80 سنه تلاقيه نقط حمراء تحت جلد كله. ليه؟ اوعيه دمويه ضعيفه جدا وتروح قطعه. تيفود، تايفس، منجيتس، كل دول يعملوا حاجة اسمها فاسكولار بيربر. ليه سميناها فاسكولار؟ فاسكولار بيربر لأنها نقط حمراء، كلمة بيربر عن نقط حمراء. نقط حمراء نتيجة ضعف الوعاء الدموي. وده أول حاجة. طب لو اتعور هينزف طبعا. طبعا لأن الميكانيزم الأول هو فقده إن هو يقفل على انقباض الأوعية الدم. انقباض الأوعية الدموية. بيحصل في الستات عند انقطاع الطمث، انقطاع الدوره، بيبقى مصحوب بفاسكولار بيربر عند سن 50 كده. في الرجاله كبار يعني كل دول بيبقوا ايه؟ سهل. ينزف مناخيره، ينزف من اللثه، ينزف تحت الجلد، ينزف، بس ما هوش النزيف الخطير. ولكن لو عمل عمليه بتبقى سخيفه. انه بيفضل ايه؟ يخر كده. ده النوع الاول فاسكولار. الفاسكولار اللي هو وعاء دموي فاسد. مش عارف ينقبض. طب اشخصه ازاي؟ ده سهل جدا. افضحه. ازاي افضحه؟ اجيب جهاز الضغط وارفع جهاز الضغط بحيث انه يقفل الوريد ويسيب الشرير مفتوح. يقفل الوريد ويسيب الشريان. الشريان يا اخوانا هو اللي جايب الدم، والوريد هو اللي بيرجع الدم. انت عندك حمام في ماسوره جايبه ميه وفي ماسوره بترجع ميه. صرف. لو قست الضغط في الماسوره اللي جايه الميه هتلاقيها عاليه. طبعا جايبه الميه، اللي رجع الميه دي ضعيفه جدا. فانت بتسيب الميه داخل وتقفل اللي بترجع. هتلاقي فرقع. تيك 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 نقط حمراء كتير جدا بجهاز الضغط. وفي العياده اشخصه اسمه هيستس، وده سهل جدا 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 يعني. ده جزء، ده النوع الاول، النوع الاول الفاسكولار، الاوعيه الدمويه، وسهل ومفيش مشكله. لكن النوع الثاني بقى ده المصيبه. الصفائح. الصفائح الدمويه دي عامل مهم جدا في التجلط جدا، وبتطلع مواد خطيره جدا تلم بعضها. اجريجيشن وديس اجريجيشن اللي هي اللمه دي. عشان كده احنا بنخاف على عيان الشريان التاجي انه يتلموا يسدهوله، انهم يديله حاجه تمنع اللمه اللي هي الناس كلها عارفاها، الاسبرين. الاسبرين بيمنع الصفائح تتلم فيمنع التجلط، بس بطريقه معينه، مش الجلطه.
مش الجلطة، الجلطة ده ماريفين، ده حاجة تانية خالص. إنما ده بيمنع شغل الصفائح، فالصفائح ما تتلمش اللي هو في الشريان التاني. إنما أمراضها أي حاجة تنقص الصفائح. طب إيه اللي نقص الصفائح؟ عد من هنا لحد بكرة بقى. قبل ما نروح للصفائح، ناس كتير بتلخبط ما بين الأسبرين الأخضر والأسبوسيد. هو هو. يعني يمشي ياخد أي أسبرين. أسيتال سلسليك أسيت، أي حاجة. فده بيمنع ان الصفائح تلم على بعض. هي ميزه وعيب. يعني مثلا اما راجل بياخد اسبرين وهيعمل عمليه مش هيدمه هيخر، هيخر لانه ياخد اسبرين، فاحنا بنوقف. ودي بقى بنقابلها مشكله كبيره جدا ايمن، لما انت مضطر دخل واحد قلب مفتوح وهو اساسا واخد اسبرين وبروفيكس قبل كده، فلازم يبطل. طب لو بطل يبقى خطر. احنا بنقابل هذه المشاكل يوميا، خلي بالك من الكلمة يوميا بنقابل. ايه اسباب نقص الصفائح؟ قد يكون نقص الصفائح بلا سبب، بلا سبب. ايديوباثيك اي تي بي، ايديوباثيك ثرومبوتينيك بيربر، ده بلا سبب. طيب ايه نظرياته؟ اتنين، والاتنين لما نعالجهم تبقى زي الفل، والاتنين ماشيين معانا في العلاج. النظريه الاولى تقول دي اجسام مضاده ضد الصفائح، اجسام مضاده ضد الصفائح. اظن هنا نحيي ونعظم الكورتيزون، يبقى الكورتيزون يصلحه. تمام. النظريه الثانيه بتقول لا، ده طحال قاعد ياكل في الصفائح، نعظم ونشيل الطحال. احنا بنعمل كده، بندي كورتيزون لحد الصفائح ما تتعدل، ما اقدرش افتح بطنه وصفائح واطيه. ما اقدرش. يبقى لحد ما الصفائح الطبيعيه من 250,000 ل 450,000. فلما نقرب للطبيعي يوميها نعمل عمليه نشيل الطحال، الناس دي كلها بتخف. هناك نوعين من هذا المرض اللي هو الاي تي بي، نوعين. اللي هو اللي بلا سبب، ايديوباثيك ثرومبوسيتومينيك بيربر، اللي هي صفائح نازله وساعات تتسمى اسينشال زي الضغط. فاللي نازله دي عندنا نوعين، بتحصل ساعات في اطفال وساعات في كبار. تبدأ في الكبار. في الكبار مثلا سن 30 تحصل، تبدأ في أولها. أولها. وساعات تحصل. ما الفرق من الاثنين؟ الصغير ما تستعجلش عليه. ما تستعجلش عليه، بيخف لوحده. الصغير فيه سبونتينيوس ريميشن لوحده يخف، الكبار نيفر. خش بعلاجك على طول، لو جالك سن 30 بهذا المنظر خش بالعلاج على طول. إنما الطفل اصبر عليه شوية. لو في خطوره ولا حاجه هنديله طبعا الكورتيزون وهنشيل الطحال، لكن الكبار فورا ما فيهوش سبونتينيوس ريميشن خالص. دول النوعين بتوعهم. بيجي بمنظر ايه؟ عنده طحال صغنن كده نزيف تحت الجلد، نقط حمراء بيربرا زيه زي الاولاني. تقول لي طب لو عملت له الاختبار ده بالمنطق المفروض ما يطلعش ايجابي. أنا هسيب الشريان مفتوح وأقفل، إيه علاقة ده بالصفائح؟ ولكن الصفائح بتكون جزء من الأوعية الدقيقة. أما الصفائح بتنقص الجزء ده بيفك، يبقى الجدار ضعيف، يبقى دخل في المجموعة الأولى. يعني الصفائح نوعين، سيركوليتنج اللي بتلف ومارجنال لازقة. لازقة دي مكونة قوة في الجدار، لما بتنقص، أما السيركوليتنج تنقص دي تفك، يبقى ده ضعيف، يبقى هيستس مي بي بوزيتيف، دوكها بوزيتيف، انما هنا قد يكون بوزيتيف. علاجه سهل جدا وتشخيصه سهل جدا جدا، بتشوف منه حالات يس طبعا. في افلام اجنبي كتير قوي جايه على الارض. كتير بنشوف حالات كتير. في الاسبوع بنشوف لك ثلاث اربع حالات. هو في الثقافه الامريكيه والدراما الامريكيه الايديوباثيك اللي هو البنت او الواد اللي بينزف من مناخيره لوحده كده، وقاعد لوحده وقاعد. في افلام رعب كتير اتعملت على الحكايه دي. تقول لي بقى النزيف في هؤلاء المرضى، اقول لك سيفير سبونتينيوس. سبونتينيوس دي مهمه قوي. 2S. 2S تحفظه. SS سيفير عنيف، عنيف جدا، وسبونتينيوس لوحده. يعني من غير خبط مناخير او في البول، تلاقي الدم كله بول، البول كله دم، او في البراز احمر او اسود لو جاي من فوق. فنزيف تلقائي، سبونتينيوس تلقائي وسيفير. عشان كده بنهتم قوي 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 بالناس دول، لان هو
مش حلوه. ليه بنتك على سبونتينيوس وسيفير دي؟ عشان لما نيجي في مرض بعد كده في الكواجيليشن هيموفيليا ما هوش كده. فيبقى الفروق للطالب الطب واضحه، مين ده ومين ده. أيوة. الاثنين عيال صغيرين والاثنين بينزفوا. بس ده بطريقه وده بطريقه. يبقى في البربرا سبونتينيوس وسيفير ده مهم جدا جدا. علاجه كورتيزون ونشيل الطحال ويعيش حياته بعد كده طبيعيه جدا. كل ده بنتكلم في نقص صفائح اولي. اولي. طب نقص صفائح ثانوي يعني ايه؟ يعني في سبب. يعني لما تيجي تقول لي انت صفائحي واطيه عشان عندي فيروس سي، طب خلاص ما انت قلت اهو انا صفائحي واطيه عشان واخد اسبرين. ماشي، على فكره الاسبرين ممكن يوطي الصفائح وممكن يمنعها من الشغل. عندنا الاثنين. عشان كده لما بنشوف واحد مش بس بنعد الصفائح ونشوف وظيفتها. انا عندي 250 الف بس مش شغالين، فكاني ما عنديش. فالسكندري او نخاع عضم مش شغال. مش شغال. طب نخاع عضم مش شغال ده هيبقى نوعين، يا اما كله مش شغال الاقي الكره الحمراء واطي والكره البيضاء واطي والصفائح واطي، او على مستوى الصفائح بس. ممكن الاثنين موجودين. السكندري علاج الاصل، انما البرايمري كورتيزون، يعني الاولي اللي مالوش اي سبب خالص كورتيزون وتشيل طحال، انما الثانوي هنشوف السبب ايه. يا ترى ده فيروس سي، يا ترى ده واخد دواء، يا ترى ده نخاع عظم فشل مش شغال، هنشوف ايه الحكايه. ده الجزء بتاع الصفائح. ده الصفائح. ننتقل للنوع الثاني في ثالث بقى. ثالث. احنا اول واحد دموي مش عارف فيه يقفل. وده نوع البربر. والثاني صفائح مش موجوده. بقت ثروموسايتوبينيك بربر. يا اما برايمري اي تي بي يا اما سكندري اللي احنا قلناه. الثالث ده الكاسكيت الشلال بايظ. بايظ. توالي المتواليه بتاعت التجلط بقى. التجلط نفسه. لو جد بقى. كلام الجد. بايظ. بايظ من ايه؟ جايز بفعل فاعل، جايز بفعل فاعل، انا مديله دواء. على فكره في يقول لك طب ما حاجه معروفه، اقسم بالله العظيم ابدا، العيان لو عدى سنتين على الدواء ما بيجيبش سيرته. دي حاجه والله العظيم ده بقى خبره عمري، انا بقى لي 50 سنه متخرج. احنا دفعه 1968، احنا 2018، فات 50 سنه علينا. 50 سنه يعني تين مؤبد متخرجين. انا اللي ملاحظها دي. عيان السكر لازم تساله. العيان السكر بقى له 5 سنين ده بيعتبر دي حاجه عاديه، مش هيقول لك انا باخد دواء سكر. فاللي بياخد مسيلات دم اكتر من سنه او سنتين زي اللي عنده ذبذبه اذينيه ما بيجيبش سيرتها. وتلاقيه نازل وجاي العنايه المركزه والدكتور اللي عايز الضرب ما سالوش، يقول لك طب ما هو ما قاليش. طب هو مش هيقول لا عيان الضغط بيقول انا باخد دواء، ولا عيان السكر، ولا عيان السيوله. اللي عنده مشكله في السيوله وبياخد ماريفان ما بيقولش، وبيجي على المستشفى نازف وما بيقولش. ودي بنعتبرها يعني لانها بقى مزمن، فما بيجيبش سيره، هو فاكر ان دي حاجه جديده. فده المشكله. هو بياخد دواء بقاله كتير، هو بدواء ما بيعملش حاجه 10 سنين بقاله 10 سنين باخد الدواء. ايه المشكله؟ والنهارده ما في حاجه جدت في حياتي. في حاجه مقلقه عايز اطمن الناس فيها، لون البول ما تقلقش منه. لون البول ما تقلقش منه خالص. يعني لما تلاقي بولك احمر قاني ما تقلقش. هقول لك بقى التجربه اللي عملتها بس ما حدش يضحك، ممنوع. انا رحت لواحد قريبي لقيته نايم على الارض عرقان، مراته بتصوت، عاملين الواجب يعني. والواد هينط في البلكونه، وابويا مات، وابويا خلص. فليه هو جايب لهم ازازه فيها بول احمر؟ خلاص بيموت بقى الراجل نازف البول. فانا قلت له لو سمحتي مش ده لتر بول؟ هاتي لي لتر بول من عندك للمدام. اتعجبت جدا. ايه ده اللي بتعمله ده؟ قلت لها انت مالكيش دعوه. قالت لي هتديه له بدل؟ قلت لها لا ما بننقلش، ما بننقلش بول، احنا بننقل دم بس. المهم جابت لي بول. رحت جايب حقنه واخد منها سنتي دم. سنتي. ورحت حاطه على البول بقى اللونين زي بعض. راح الراجل قايل. قال لي يعني ده سنتي دم عمل لي كده؟ قلت له اه. امتى المريض يقلق؟ لو نزل كلوتس، لو نزل جلط. لون البول ما يفرقش معايا خالص. 1 سي سي بلاد كان ديسكالر، 1 لتر يورين دارك ريد.
يعني مجرد شويه صغيرين من سنتي الدم سنتي دم يغير لتر بول احمر قاني فدي مش عايزين نقلق اللي بس لو لقينا بقى جلط دم جلط هي اللي تقلق دي جري على المستشفى جري جلط دم طبعا ولو في دم لازم يروح بس ما فيش انزعاج قوي والبل السيماتوريا برضو مقلقه طبعا اللي هو ينزل دم من غير الم خلي بالك البروستاتا وبتاع كده فممكن يكون هذا الدم بفعل فاعل هو كان عنده زبزبة أذينية أو جلطة في رجله ونسي وفضل الدواء مستمر 5-6 سنين وما جابش سيرته وبينزف نزيف بنعمل له حاجة اسمها INR يا عالي أدي واحد سهل الكبد هو المصنع الأساسي للكاسكيد بروسروم الكبد هو المصنع الأساسي لنهاية الكاسكيد اللي هو الشلال اللي عنده تليف كبد حينسف طبعا وبسهولة لذلك الناس دول بنخاف عليهم جدا في العمليات يعني عيان كبد ممكن جدا عايز عملية مية بيضة أبقى خايف جدا عليه جدا ليه عينه تروح ولا فرحتي بالمية البيضة وهو نزف عشان كبده تعبان فالكبد بيعمل هذه المشكلة تعال بقى نقول لبعض الناس حاجة خفيفة جدا كبد التعبان بينزل بطريقة التالتة التالتة اللي هي الشلال مش شغال ولو كان فيروس سي يبقى عنده مشكلتين صفائح واطية وعنده الكاسكيد بايظ عندي واحد واخد أدوية مسيلة لازم أكشفه واحد عنده كبد متليف لازم أكشفه قبل ما إيه ما نتكلم فيه أو في حاجات خلقية بقى حاجات خلقية مهمة جدا جدا وحاجات مكتسبة برضو مهمة جدا خلقية زي الهيموفيليا اللي الناس كلها عارفاها في عيادة خاصة في أبو الريش لكل الهيموفيليا بياخدوا لو زايدة هو مولود ما عندوش فاكتور من الفاكتورز اللي بتعمل الكاسكيد نمرة 8 مش موجود هو مولود كده فده اللي بيبقى طب بينزف بينزف طب بتاع الصفائح كان بينزف 2S سبونتينيوس وسيفير ده لا لما يتخبط بتروما اند بليدنج از نوين باي اتس كونتينيوتي رادر سيفيرتي يعني ايه ينز الصحيح ينز يعني انا بحلق انا هيموفيليا فبحلق اتعورت اقعد 3-4 ساعات بس هو مش سيفير هو مش حاجه تخض لكن مستمر يبقى الهيموفيليا نزفها يعرف بالاستمراريه وليس بالشت ودي نقطه مهمه جدا في طبعا الازايز الانتي هيموفيلوبين بياخدها و برضو من الحاجات المهمة اللي بنسألها ان هل الفاكتور 8 ده قليل لا هو الاكتيفيتي بتاعته اللي قليل هو ممكن رقما يبقى كويس هو رقما يبقى قريب من الطبيعي لكن هو الاكتيفيتي اللي قليل مش نشاطه اللي بيسموه النفاذية بتاعته الاداء بتاعه مش كويس لكن في تشخيص ولد هيموفيليا اول حادثة بتقابله هي السيركمسيجن اثناء الطهارة وتبطار اللي هي بيسموها باللغة العربية اللي لها اسم كده من طهر الواد يعني اسمها سيركمسيجن اسمها لها اسم حفتك العربي ما هي لا العرب بالعرب بيسموها فده بيتفضح الواد يقعد ينزف لهوي لا مفيش يا لهوي ده هيخف لو خد الانتي هيموفيلوبين واحد هيسأل سؤال خبيث جدا جدا طب والسرة بتقع ما بينزفش ليه؟ ما بياخد واخد الانتي الله ينور عليك انت مذاكر يا ايمن لانه واخد من امه من بلاسن مجموعه تكفيه شويه اسبوع والحمل السري بيقع في اليوم الثاني او الثالث ما ينزفش انما الطهاره دي اللي بينزف فيها وهو بيعمل كده ده اول حادثه طيب ما تطهرش ما تطهرش وهو كبر السنان ما خلعش ركبه ايوه ركب جدا مفاصله مهمه جدا هيمو ارثروز لان هو مع اي حركه بينزف جوه الركب فالهيمو ارثروزس اسينشال في التشخيص او الريست يعني تلاقي ده عنده مفصل بايظ
يا ركبته يا الانكل. شفت حالات كذا كذا مفصل بايظ يعني بيبقى هدول لو اتعور بيبقى نزيف معروف باستمراريته اكثر من ان هو سيفير يعني. الهيموفيليا انهت عصر القياصرة الروس يعني يعني من التاريخ الروسي انه ابن امبراطور روسيا الاخير كان عنده هيموفيليا وفي ده في عهد واحد كان اسمه راسبوتين. راسبوتين يبدو انه كان عنده علم بالطب فعرف يعالجه شوي وخد ما قدرش يعالجه الا لو جاب الانتيفيرال. هو يعني طبعا ملاحظ ان انا قلت ولد لان ما يجيش في اكس لينكد ريسيسيف لان هو مرتبط بالجنس فهو يجي في الولاد ما يجيش اللي بيجي بنات مرض مشابه بس له اسم تاني كريسمس. كريسمس. طيب هنشخصه ازاي؟ هنقيس الاكتيفيتي بتاعه فاكتور 8 دي سهله جدا جدا وكلينيكيا بتشخص بسهوله. علاجه نمره واحد ان ذا بيشنت ماست بي ليبلد مميز. انا هيموفيليك ما حدش قرب لي. يعني ممنوع. كان عندنا ولد معانا في المدرسه هيموفيلي ما كانش ينزل الفسحه طبعا وما يلعبش كوره لان احنا بنموت بعض ضرب ونلعب كوره ممنوع ينزل. كنا دايما احنا ما نعرفش حاجه. اشمعنى فلان ما بينزلش؟ اشمعنى ده؟ لما دخلت كليه الطب عرفت فلان ده ما كانش بينزل ليه؟ ممنوع يلعب العاب قاسيه كوره. ممنوع يركب عجله. فهو ليبرت وكده. طب ان حصل محتاج جراحه زي ده في المستشفى بنديله الماده الثمانيه دي فتره العلاج يوم ما ينزفش. عندي بقى سؤال مهم قوي بقى يعني في الجزء فاضل الدي اي سي نخليه المره الدي اي سي ده قصه لوحده او النبي ده قصه ده احنا لانه الدي اي سي من المواضيع اللي انا عايزه نفهمها بقى لانه مرعب جدا قاتل الناس وقاتل وعايزين نشوف اسبابه القصه بتاعت اسبابه ايه ونشوف بقى علاقته ايه بحمى النفاس وهو الى اخره بالظبط. برافو عليك. انا عايز اسال حضرتك عن الكوره ناس بتهيموفيليا يعني لا الكوره ليه؟ يعني لا اخفي سرا ان حضرتك كروي تحب الكوره. لا عايز تقول الكلمه الصح. كنت كروي. كنت بطلت بقى على فكره لحد قريب. ياه. ده ليه بقى؟ احكي لي. هقول لك الاول القصه وبعدين اقول لك ليه كنت كروي. لان انا مصدوم. احنا كنا في مدرسه الاورمان النموذجيه اللي قدام المتحف الزراعي واحنا عيال قد كده. فكان المدرسه كل سنه اولى اعدادي. احنا على فكره ايامينا كان رابع اعدادي مش ثالثه. فالاربع سنين متقسمه الى ست الوان. كل مجموعه اسره. فانا كنت في اسره مصطفى كامل. وفين في احمس وتحتمس والمعز وهكذا. وكل واحد له لون. فاحنا كان كل الشرطات كحلي واحنا مصطفى كامل الفانيلا كحلي. المعز كانت اصفر. واحمس كانت حمراء زي الاهلي. وهكذا. وابيض. فاحنا كانوا كلهم بيتريقوا علينا كاننا كان لسه البوتاجاز نزل مصر جديد. فعامل البوتاجاز كان بيلبس كحلي كله. فانيلا تيشيرت كحلي. فاحنا ايوه بتوع مصطفى كامل بتوع البوتاجاز. فرحت للناظر قلت له انا عايز انقل من اسره مصطفى كامل الى احمس عشان حمر. اترفدت والله العظيم اترفدت من المدرسه. عدم انتباه. كنا في الحصه الثالثه فاكر جينا 1 2 3 وفي فسحه صغيره. فالفسحه الصغيره دي رحت للناظر كان ناظر قاسي جدا. فدخلت السكرتيره انا عايز اقابل الناظر اتفضل. قلت له يا فلان رحمة الله عليه انا عايز اغير الاسرة. قال لي شنطتك معاك؟ قلت له قال لي تعال شنطة وتعال. افتكرت حاجة فين؟ قالت شنطة. قال لي روح وتجيب ابوك معاك بكرة او تبعت ابوك اللي هي بتاعت زمان. هات ابوك دي كانت سيبة سوداء. فقلت لابويا رحمة الله عليه راح قال له ايه؟ قال له انا بعمل تمثيلية عشان يعرف يعني انتماء. انا يا احمد بيه ما تقلقش. ابنك هيرجع بكره بس انا بربيه. لان كان في دور للمدرسه الذي اختفى الايام دي. دلوقتي المدرسه ما لهاش دور خالص. مش عايز اقول في التربيه وفي التعليم كمان. يعني مراكز الدروس الخصوصيه اللي هي يعني عايزين يبطلوها واشك في هذا يعني
هي اللي قايمه بالدور يعني. فما فيهاش تربيه، فيها كلمتين تحفظهم عشان تخش كليه الطب. فاترفدت رجعت تاني يوم خدت درس الحصه الاولى كلها انا واقف قدام الناظر. يعني ايه انتماء؟ يعني ايه تسيب اسرتك؟ انا كنت بشجع كوره لحد ما الاقي مدرب المحافظه اللي فيها شالته على عنقها وقرشين زياده سابها. لاعب هم اللي النادي بتاعه اللي عمله وخلى اسمه قرشين راح ناقل. كرهت الدنيا والله العظيم يا ايمن، كرهت المنظر ده، مع ان انا ما فوتش ماتش من يوم ما انا كنت قد كده وانا صغير بروح الاستاد مش بتفرج. ده لما التلفزيون طلع ده كان واحد بيقول لي انت بتشوف الماتش؟ قلت له لا. بيقول لي ليه؟ قلت له انا ما احبش اللي معاه كوره، انا عايز اشوف الباقي واقفين ازاي. ده ما يجيش الا في الاستاد. التلفزيون مركز لك على اللي معاه كوره. طب الباك واقفين؟ عايز اشوف دول واقفين ازاي. كنت بحب الكوره وعشق الى حد قريب. لما حصل الرياضه مش فلوس خالص، الرياضه انتماء. انتماء ازاي تسيب النادي بتاعك؟ انا مش متخيل عشان اديك قرشين زياده. يقول لك هي النظام كده. ايه النظام؟ ايه بره كده؟ طب ما طز فيهم، ما هم بره يعملوا كده. بس احنا فقدنا الانتماء بفقداننا ابسط قواعد، مش عايز اقول الاخلاق يعني. نورتنا وشرفتنا وقعدتنا وامتعتنا كالعاده يعني. استاذنا القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور حسام موافي، اسطوره الطب العربي واسطوره الطب المصري طبعا، و يعني استاذ الجميع ومعلم الاجيال، كان ضيفي في واحده من امتع حلقاتنا في انا سهل. وخليكم معنا سهل. احنا بنعمل عمليه اصلاح الابصار في الاطفال الصغيرين قبل سن 18 سنه لما يكون عدم عمل العمليه فيه ضرر اكبر. هعمل ليزك عشان اصلح سالب 6 على سبيل المثال دلوقتي في الطفل الصغير ده، اللي هي بعد شويه تبقى سالب 8، بعد شويه تبقى سالب 10. فانا صلحت 6 النهارده، بعد سنتين ثلاثه هيبقى سالب 2، هيبقى سالب 4، سالب 5، هيرجع يلبس نظاره ثاني. فالهدف ما اتحققش. والبنات اللي بيقعدوا قدام بعض بقى تقول لها دي عدسه، طب لون عينيكي وريني كده لون عينيكي. فهي قاعده في الخروجه في الفرح ولا في المناسبه وايدها طبعا متلوثه، تقول لها شوفي بصي لون عينيا اهي. لا وبيبدله يا خرابي يعني، طب خدي دي جربي دي وكده يعني. يا جماعه ده زي الاندر وير، ما ينفعش يعني. اكتر حاجتين بيحددوا مسار الاشعه جوه العين هو القرنيه، اللي هو الجزء الخارجي من العين، عشان ناس كتير مش فاهمه يعني ايه قرنيه. 90% من العينين اللي بيعملوا ليزك بيبقوا مبسوطين ما بيلبسوش نظاره. الفيمتو لعب دور كبير جدا في رفع نسب الامام في عمليه تصحيح الابصار والحصول على نتائج رائعه. ابيض اس 2. فيجي العين يقول لك انا جاي اعمل ليزك، معلش انت جاي تقلع النظاره، فسيبني انا اختار لك اللي يناسبك ايه. الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار، 7 أبحاث منشورة دوليا، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. اهلا بكم. اللي احنا شفناه دوت يعني حاجه بتعبر عن احساس الابوه تجاه ابن عنده مشاكل في رؤيه الالوان واول مره يشوف الالوان. طبعا حكايه علميا محتاجه ان احنا نسال المتخصصين هل في نظاره تقدر تخلي انسان يشوف الالوان ولا لا. بس مش دي قضيتنا، مش قضيتنا عمل الوان، قضيتنا الاحساس بتاع الابوه مع البنوه، الاحساس الاطفال. ضعف النظر عند الاطفال ده شيء بيجمع حاجتين، بيجمع انه مشكله اسريه عائليه، ده غير واحد كبير في السن مثلا عنده مشاكل في النظر، عنده 60 سنه، عنده ميه بيضة، الموضوع يعني ما فيهوش نفس الاحساس ده، لان ده طفل في مقتبل حياته قدامه الحياه كلها لازم يشوف. الكبار في السن لازم نهتم بيهم ونعتني بيهم ايضا، لكن الاطفال اللي عندهم ضعف النظر هل يعملوا ليزك عشان يصححوا ابصار في سن الصغير؟ علميا، والحكايه دي قتلت بحثا ورجعنا ليها لمرجعيات، والنهارده هنسمعها من واحد من كبار المتخصصين، ما ينفعش عمل ليزك في الاطفال
الا في حاله واحده لو فرق العينتين عن بعض كبير جدا وفي عين بتعرضه للكسل، يعني واحده كويسه واحده ضعيفه معرضه للكسل، ده اللي اعرفه علميا. لكن واحد طفل عنده حول مثلا او عنده ضعف نظر في العينتين الاثنين زي بعض، ننتظر الى سن 18 سنه، ده اللي اعرفه علميا. اللي بيحصل ان الاب والام بيبقى عندهم عاطفه تجاه اولادهم فبياخدوهم لبعض الاراء المتطرفه الخطا التي تقول نعمل ليزك عن سن 7 سنين او 8 سنين او بتاع، وهو نظر ضعيف في الاثنين زي بعض، مثلا ماينس هنا 6 ماينس هنا 7 او ماينس هنا 5 ماينس هنا 4، يعملوا لهم الاثنين، الطفل هنا يتعرض الى مشاكل كبيره جدا. ما تعملش ليزك في الاطفال، ما تعملش ليزك في الاطفال، ما فيش عمليات ليزك في الاطفال غير في حاله واحده نادره بس وتحت اشراف طبي، ولازم اعمل كاونسلنج لاكثر من دكتور، ولازم ارجع للمرجعيات المنضبطه اللي تقول، وما فيش اراء شاذه في الحكايه دي، لان اطفال العيون الاطفال دي مش لعبه، الاراء الشاذه ما ينفعش تنطبق على الاطفال. النهارده ضيفي واحد من اللي بفتخر جدا باستضافتهم عبر السنين اللي فاتت، واحد من اللي رفعوا مستوى البرنامج بقوه لانه كان من اوائل الاكاديميين الذين قبلوا دعوه الاعلام، وزار البرنامج دلوقتي كله اكاديميين ما شاء الله، كله بلا استثناء اكاديميين، بس هو له رياده في الحكايه دي، واحد من الرواد والمتميزين والكبار في عالم العيون اللي برجع له في كثير جدا، وكل ما يتعلق بالعيون برجع ليه، استاذنا استاذ دكتور احمد عساف. اهلا بيك يا دكتور احمد بيك. اهلا وسهلا، منورنا، واهلا بالناس الحلوه بيك. الله يخليك، اهلا بيك. انا بدات في حته بعيده عن، يمكن احنا نتكلم النهارده عن بدائل الليزك لتصحيح الابصار، بس قبل ما ادخل في الابيض والاسود والرمادي عايزك تحط لي القول الفص في التعامل مع الاطفال اللي عندهم ضعف ابصار او عندهم حول، لانه بعض الاراء الشاذه، بعض الاراء الشاذه يعني الخاطئه التي لا تنطبق على الراي اللي ماشي عليه الجمعيه المصريه لطب الاطفال للعيون، بتقول انه ممكن يتعمل ليزك في الاطفال، فعايز تصحيح الموضوع ده. هي اولا مش الجمعيه المصريه بس، هي اي جمعيات على مستوى العالم كله بتحرم او بتجرم عمليات اصلاح الابصار للاطفال الا في شروط قاسيه جدا وشروط يعني محدده ونادره جدا، وهنذكرها بالمثال. هي للاسف بس المشكله ان احنا كابهات، يعني لما تكون ابنك او بنتك وحاسس ان هو عنده مشكله في النظر او عنده مشكله صحيه لاي سبب ما، فانت بتحاول تدور على حل. شفت الناحيه النفسيه في الاب؟ انا لا الوم الاب، لا الوم اي واحد فينا في متعرض لموقف زي كده وعايز يعمل اي حاجه يسعد بيها ابنه او بنته. فانا الوم عدم الامانه العلميه، ان انا اوجه الاب او الام في اتجاه معين لكسب مادي او لشهره بدون اساس علمي، يعني ممكن اقول له اعمل عمليه والطفل ده ما يحتاجش تعمل له عمليه مجرد بس عشان انا اتكسب منها او عشان انا ابين ان انا بعمل حاجه جديده ما حدش تاني بيعملها على مستوى العالم، وهي حاجه خاطئه اساسا. فحضرتك قلت والقول يعني كان واضح وصريح ان احنا ما بنعملش ليزك في الاطفال الصغيرين لاسباب كتير، وانا هشرحها ببساطه في عجاله للساده المشاهدين، ان عين الطفل هي عين غير مستقره، نظر بيتغير بسرعه، زي ما يكون الطفل في مرحله النمو، الطفل بيبقى طوله بعد شويه بيبقى متر، بعد شويه متر و5 سنتي، مع متر و10 سنتي، كذلك العين نفسها ابعادها بتختلف كل شويه. يمكن جزء كبير من نمو العين بيتم في اول سنه من سن البني ادم، لكن برضه العين بتقعد تتغير في الابعاد بتاعتها طول ما احنا بنكبر لغايه ما تستقر عاده عن سن 18 سنه. فالفتره دي ما اقدرش اعمل ليزك عشان اصلح النظر، عشان انا كاب زعلان ان ابني بيلبس نظاره فحاسس انه مختلف عن زمايله في الفصل، او حاسس ان هو بيعاني نفسيا من مشكله زي كده، فاوديه لمكان ما عشان يعمل الليزك عشان يبقى انا يقلع النضاره. هو ده يعني هدف نبيل، لكن هو الحقيقه ما بيحصلش ان انا هعمل ليزك عشان اصلح سالب 6 على سبيل المثال دلوقتي في الطفل الصغير ده، اللي هي بعد شويه تبقى سالب 8، بعد شويه تبقى سالب 10، فانا صلحت 6 النهارده، بعد سنتين ثلاثه هيبقى سالب 2، هيبقى سالب 4، سالب 5، هيرجع يلبس نضاره ثاني، فالهدف ما اتحققش. الحاجه الثانيه الضرر طبعا، ان احنا عشان بنعمل ليزك في اي عين بنعدي بكميه فحوصات، بنشوف قاع العين ونشوف ضغط العين ونشوف القرنيه وسمك القرنيه وتخطيط القرنيه. في الحاجات دي عشان اعمل الفحوصات دي محتاج ان انا اعرض البني ادم او الطفل لازم يكون متجاوب معايا وانا بعمل الفحوصات، مش بعمل العمليه. وانا بعمل الفحوصات لازم يكون الطفل متجاوب معايا عشان اطلع ارقام دقيقه.
فانا صعب جدا اجيب طفل عنده 4 سنين واقول له اتفضل بص قدامك ما تحركش عينيك عشان القط صوره للقرنيه بتاعته عشان احدد ابني عليها حساباتي في عمل عمليه الليزك. فالحسابات دي او الفحوصات دي بتكون مش دقيقه، دي رقم واحد. رقم اثنين، وقت العمليه نفسها، عمليه الليزك على سبيل المثال المفروض يكون الشخص يكون صاحي. وده برضه احب انبه الساده المشاهدين ان احنا في بعض الناس يقول لك لا انا عايز انام مش عايز احس بحاجه خالص. بنطمنه من العمليه نفسها ما بتوجعش، ما فيش الم خالص، لكن احنا عايزين ان الشخص يكون نايم وصاحي ويركز عينه على مصدر ضوء اللي هو المصدر هينزل منه شعاع الليزر، عشان شعاع الليزر ينزل على محور البصر بالظبط. لكن انت لو متخدر ممكن العين تحتف كده تحتف كده حتى لو بزاويه صغيره جدا، فالنتيجه مش هتكون دقيقه. فلو انا هعمل ليزك في طفل صغير فاكيد الطفل ده لن يستجيب معايا باي حال من الاحوال، واكيد هيبقى مرعوب من المنظر نفسه فهنخدره. فلما اخدر الطفل واعمله ليزك وهو متخدر فاكيد النتيجه مش هتبقى مظبوطه، انا عمري ما هظبط العين بالظبط على المكان اللي انا عايزه. الحاجه اللي بقى الاهم بعد كده بعد العمليه بقى نفسها، انت شلت قد ايه من القرنيه؟ انا ما اعرفش. طب العين دي القرنيه دي هتستحمل قد ايه في المستقبل ولا لا؟ الطفل ده بعد 10 سنين القرنيه المخروطيه دي ما بتظهرش في الاطفال سن 5 6 سنين، ممكن تظهر هو عنده 18 سنه او سن البلوغ. طب هل ده من الناس اللي هيجي له قرنيه مخروطيه وما ينفعلوش ليزك ولا لا؟ انا استعجلت وعملت له ليزك دلوقتي ما ينفعش. طب هل بعد العمليه مباشره احنا بندي تعليمات ارجوك ما تدعكش ايدك في عينيك، تحط الاطراب بانتظام، ما و 1 2 3 الميه ما تجيش في العين على الاقل اول يوم؟ في بعض الاطفال او بعض الناس يعني اسف بعد الليزك بنقول لهم ما تتعرضوش للشمس كتير، البسوا نظاره شمس علشان ما يحصلش عتمات على القرنيه. طب الطفل ده تتحكم فيه ازاي؟ هتقول له الطفل ده ما تدعكش ايدك في عينيك ازاي؟ حتى لو قعدت جنبيه 24 ساعه هينزل يروح المدرسه، يروح النادي، يروح يلعب كده، ممكن بعد العمليه مباشره يعمل حركه مش مظبوطه يبوظ العمليه كلها. فانت كده يعني مشكله كبيره جدا. حضرتك قلت ان احنا بنعمل ليزك طبعا في الاطفال الصغيرين قبل سن 18 سنه لما يكون في فرق كبير ما بين العين اليمين والعين الشمال، وعدم عمل الليزك في هذه الحاله وعدم عمليه اصلاح الابصار، مش شرط الليزك بس، احنا بناخد الليزك كعمليه تمثل عمليه اصلاح الابصار بس هي مش العمليه الوحيده. احنا بنعمل عمليه اصلاح الابصار في الاطفال الصغيرين قبل سن 18 سنه لما يكون عدم عمل العمليه فيه ضرر اكبر. يعني احنا العمليه ليها اضرار وليها مخاطر، بس بنقول لو ما عملناش العمليه تكسل العين دي هتكسل وهتحول وهتاثر في الكارير او مستقبل الطفل، ممكن ما يعرفش يقدم بعد كده في شغل معين بيتطلب ان هو عينيه الاثنين حده ابصار معينه. فهنا بقول لا هنعمل العمليه ونتغاضى عن المخاطر ان شاء الله نعديها من غير مشاكل. لكن طبعا انا مع حضرتك تماما في حاجة قلته. النهارده عندنا حلقه مهمه، بدائل الليزك لتصحيح الابصار، فده مهم جدا. تعالوا نبدا بيه مع ضيف العزيز في الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ مشاكل العين ما لهاش سن معين، ده ممكن تبدا من سن الجنين. طبعا طبعا اكيد ممكن جدا الام وقت الحمل يجي لها اي دور انفلونزا على سبيل المثال، او تاخد ادويه بصوره خاطئه تسبب مشاكل في الجنين. ومن ابرز المشاكل في العيون ممكن يظهر ميه بيضه طبعا، وممكن يظهر مشاكل طبعا في ضغط العين. فطبعا ممكن الطفل يتولد عنده مشاكل في عينيه، اكيد وارد. الليزك من اوائل الطرق اللي صلحت او بتصلح قصر النظر او طول النظر، الكلام ده صح؟ ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ لا اسود. اسود. لا ده زرع العدسات. زرع العدسات اول حاجه. اكيد. زرع العدسات قبل اي حاجه خالص، بس وقتها ما كانتش ناجحه قوي، لان العدسات وقتها كانت لسه عدسات مصنوعه من ماده بلاستيك مش ماده رخوه لينه زي ما احنا بنستخدمها دلوقتي، وكانت العمليه بتتم تحت مخدر كلي ومن خلال جرح كبير وبناخد غرز في العين، وما كانش فاهمين بالظبط ان المواد دي ممكن يبقى فيه نستخرج مواد خامله اكتر ما تعملش مشاكل في العين زي دلوقتي. والحاجه الثانيه ان كانت تقنيه تصنيع العدسات ما بقاش فيها نفس الدقه عشان تطلع مقاسات عدسات تبقى ما تعملش مشاكل. العدسات حاليا يعني على سبيل المثال المفروض العدسه تكون رفيعه قوي علشان ما ترفعش ضغط العين او ما تحتلش مساحه كبيره جوه العين. زمان ما كانش فيه التقنيه دي موجوده، فكان زرع عدسات على فكره اول عمليات اصلاح الابصار كانت زرع عدسات. وكان في عمليات ثانيه ان احنا بنجيب قرنيات
من متوفيين بتتجمد وتتشكل في الفريزر، تبقى تحت درجة تحت الصفر، تبقى عامل زي نشفة، وتتشكل على شكل عدسة وتتزرع على قرنية العين. يعني عدسة بس من مادة قرنية نفسية مش مادة صناعية، وتحط على عين العيان كأنها عدسة. فالليزر لا، مش هو أول حاجة. زراعة العدسات أصبحت لها باع طويل جدا في تصحيح عيوب الإبصار، قصر وطول واستجماتيزم مرتفع. أبيض. أبيض. طبعا. أبيض بها دلوقتي تقدمت التقنية بتاعت زراعة العدسات. تصنيع العدسات هو السبب والدافع الأساسي في انتشار هذا النوع من عمليات تصحيح الإبصار. والعملية بتتم تحت مخدر سطحي، مش شرط حتى مخدر موضعي، ممكن العين ياخد قطرة بس يخدر بها سطح العين. طبعا في بعض الزملاء أو الناس بيسألوا، طب يعني هي العملية دي جراحة ودي ليزر، يعني أنا ما عمل ليزر فده ليزر مهما كان، لكن زرع العدسة دي عملية جراحية؟ لا، هي مش عملية جراحية. لو شفتوا الأنيميشن دلوقتي، يعني بنعمل فتحة صغيرة قوي 2 ملي، الفتحة دي تتم بقى عن طريق مشرط، تتم عن طريق ليزر. هي فتحة صغيرة قوي ما بتبانش بالعين المجردة، والعدسة تتحط فوق عدسة العين الأصلية والعملية خلصت. العملية بتاخد فعليا 6 دقائق في كل عين، يعني بلا يعني ألم على يعني يعني حتى كوقت يمكن أقل من الليزك نفسه. فهي ما نبصلهاش إن دي عملية جراحة والتانية عملية ليزر، لا، نبص لها دي عملية بسيطة جدا كبديل للليزك، بديل كمان يعني أعتقد إن هو يعني كفء، يعني هنقول عليه بديل قوي جدا للليزك يعني. فلا طبعا العملية دي عملية ناجحة جدا وما فيهاش مشاكل خالص. بالعكس، في حالات كثيرة هي أكثر أمانا من جهات معينة. بالضبط. يعني إحنا دلوقتي إحنا عندنا باختصار شديد، إحنا العين فيها عدستين مش عدسة واحدة. إحنا يمكن الكلام بيبقاش واضح قوي. العدسة الأولانية هي القرنية. القرنية هو الجزء الخارجي من العين الشفاف ده، دي عدسة. هي عدسة يمكن شكلها مش نفس العدسة التقليدي اللي إحنا متعودين عليه، لكن هي وظيفتها عدسة. وفي عدسة تانية جوه العين اللي هي عدسة العين الأصلية البلورية للمولودين. فإحنا عندنا عدستين جوه العين. فإحنا ممكن نشتغل عن نصلح البصر عن طريق التغيرات في عدسة القرنية، أو تغيرات تانية في عدسة اللي جوه العين، أو إن أنا أضيف حاجة ثالثة في النص هي أزرع عدسة نفسية ثالثة. فعندنا عمليات كتير، يعني ممكن رؤية بتختلف 100%. ده مهم جدا. الصورة دي أنا عاجبني جدا، صورة الفراشة اللي هي الملونة دي، إن هو أوقات كتير قوي إن الليزر بيقلل حساسية التباين، هو بنسميه بالإنجليزي contrast sensitivity. يعني ممكن تمييزك ما بين الألوان وبعضها يقل شوية صغيرين، يمكن تبقى شايف 6-6 بس التباين. أهو هنا الصورة، هنا التباين، شوف الدرجات الأصفر وتنزل على أبيض وبعدين برتقاني والأخضر وراه. دي تديك دي الصورة دي ممكن تاخدها عن طريق زرع العدسات. يعني زرع العدسات ما بيقللش حساسية التباين خالص ولا بيقلل contrast sensitivity، لكن الليزك بيقلل contrast sensitivity خاصة في الأرقام العالية، يعني ناقص 8 ناقص 9 ناقص 10. نبتدي نقول معلش، طب إيه رأيك ما نيجي نزرع عدسات أحسن عشان تبقى يعني رؤية جودة الصورة أحسن. في بعض الناس بينفع لهم الاثنين، ينفع لهم ليزك وينفع لهم زرع عدسات. لكن لما أنا أشوف قدامي واحد مهندس ديكور، أو إن هو واحد بيشتغل في أماكن تتطلب منه كمهنية، تتطلب منه رؤية واضحة، مش مجرد بس واضحة، لا كمان كواليتي أو جودة الصورة لازم يشوفها عالية وتأثر عليه في شغله، أنا بوجهه ناحية زرع عدسات أكتر. خلينا نروح للجزء الثاني بقى، الفقرة الثانية فيها جزء سخن جدا في المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم، أم بريء؟ السؤال الأول بقى ده سؤال جميل قوي في المتهم والجاني والبريء. مريض بيجي لك يقول أنا عايز نوع عملية معين، يجي لك نفسه، هو بشخص نفسه، هو دكتور. ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ أنا الصنايعي. طبعا جاني. ده بيحصل كتير. وبالذات تحديدا يعني 90% بيطلبوا عملية فيمتو سمايل، يقول لك أنا عايز أعمل فيمتو سمايل. طب ليه يا عم عايز تعمل فيمتو سمايل؟ يعني لا أنا عايز أصلح نظرة، عايز فيمتو. بتعمل فيمتو سمايل؟ بعمل فيمتو سمايل. طب أنا عايز فيمتو سمايل. معلش، طب سيبني أشوفك ينفع فيمتو سمايل ولا لا؟ فطبعا الكلام مش مظبوط يعني خالص. لازم في شروط معينة بنقول أنسب عملية للعين دي إيه. وساعات في نفس الشخص العين اليمين يبقى ليها عملية والعين الشمال ليها عملية تانية. فأرجوكوا يعني سيبوا الدكتور هو اللي يختار. السؤال جاي ده برضو مهم قوي، من يقرر عملية، نوع عملية بدون إجراء فحوصات
كامله. ده بيحصل، ده متهم ولا جاني؟ اكيد جاني، بس ده جاني بيحصل. جاني اس 2 جاني اس 2 والحمد لله قله قوي يعني. الحمد لله ما بقيناش نسمع الكلام ده كتير يعني. طبعا زاد الساده الزملاء يعني مهما كان بيتبعوا التعليم او التعليمات يعني الدوريه العالميه والمعايير الدوليه، وقله قوي 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 يعني ما سمعناش الكلام ده، قليل قوي ان هو حد يعمل من غير فحوصات. وفي نفس الوقت كمان انا بشكر الاعلام ان بقى في توعيه يعني الشخص نفسه بقى عارف ان هي عمليه الليزك ما تنفعش لاي حد، دي معلومه هامه جدا، ان عمليات الليزك ليها شروط والشروط دي عشان تستوفى لازم نعدي بشويه فحوصات. فانا بشكر برضو الاعلام هنا وبنتهز الفرصه ان هو بقى في ثقافه طبيه، فعارفين يعني ما بقاش الموضوع زي الاول زمان ان هو يخش يعمل الليزك كده على طول خالص. من يرتدي العدسات اللاصقه بعد اجراء الليزك السطحي؟ بنت عملت ليزك سطحي وبرضه مصممه انها تلبس عدسات الالوان، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا هي بريء، ما عايزه تلبس عدسات ملونه وعايزه تفرح شويه صغيرين زي ميك اب يعني في فرح او مناسبه، ما فيش مشكله. بس احنا مش ضد الاستخدام العدسات بالمناسبه، وباكد على هذا الكلام، بس طبعا يبقى استخدام بصوره صحيحه. لكن الاستخدام الخاطئ ان انا اجيب عدسات من مصدر مجهول او اروح استرخص واجيب عدسات من مكان ما علشان دي ارخص شويه صغيرين، او اخدها من مكان مش معتمد زي محل كوافير او صيدليه او كذا، لا، العدسات ليها اماكن، مراكز العيون او دكاتره العيون هي اللي بتدي العدسات اللاصقه بعد ما تعمل كشف وتاكد ان لا ينفع العدسات اللاصقه. لكن مش ضد العدسات اللاصقه خالص، تلبس عدسات ملونه عندها فرح مناسبه تلبسها، ولما العدسه تبقى محتاجه تترمي تترمي، ما تقعدش بقى تلبسها بالعافيه يعني. ارجوكي ما تلبسيش العدسات وانت ضوافرك طويله مثلا يعني. طبعا وفي محلول بيتعقم وبنغير المحلول كل شويه. خرجت من البيت والعدسه حصل فيها حاجه بقلعها واحطها في محلول، لكن ما احطهاش في بقي. انا شفت واحده جايه العياده مره حاطه العدسه في بقها، اصل ايه اصل العدسه، طب فين العلبه؟ لا ما نسيتها في البيت، ارميها في 60 داهيه العدسه لما نجيب غيرها يعني، مش حكايه هكسبها في بقي وتلبسها تاني، حاجه صعبه. بيحصل والله، والله بيحصل. يا انا عارف. والبنات اللي بيقعدوا قدام بعض بقى تقول لها دي عدسه، طب لون عينيكي وريني كده لون عينيكي، فهي قاعده في الخروجه في الفرح ولا في المناسبه وايدها طبعا متلوثه، تقول لها اهي شوفي بصي لون عينيا اهي. لا وبيبدله يا خرابي يعني، طب خدي دي جربي دي وكده يعني، يا جماعه ده زي الاندر وير ما ينفعش يعني. طب ده اخطر. تعالوا نروح بقى للوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ مريض السكر لا يصلح له عمليه تصحيح ابصار، ده معتقد وهم ولا شك ولا يقين؟ لا وهم، لا ينفع. ينفع طبعا، بس مريض السكر مش مفيش في ناس مظبطه السكر كويس قوي. السكر عشان ياثر على النظر تحديدا ياثر على الشبكيه بيبقى محتاج فتره طويله حوالي 15 سنه. فممكن جدا يبقى مريض السكر يبقى عنده سكر ومظبط السكر بتاعه كويس والشبكيه بتاعته ما تاثرتش بالسكر وبيتمتع بحده ابصار 6 على 6 بالنظاره. الناس دول ممكن يعملهم ليزك، ممكن يعملهم زرع عدسات، ما فيش مشكله خالص خالص يعني. الحقيقه أنا عايز أشكرك شكرين أولا لأنك أنت قبلت دعوتنا النهاردة وقدمت لنا علم لفترات طويلة جدا، علم أكاديمي منضبط، خلالنا الريادة على المستوى العربي في الإعلام الخاص ببرانش العيون. أعتقد أن احنا بس اللي بنقدم العيون بهذا المستوى الراقي جدا على مستوى العرب، أنا بتكلم على مستوى التلفزيونات العربية، احنا أقوى من دبي وأقوى من الأردن وأقوى من لبنان فيما يقدم كمحتوى علمي في العيون بلا منافس، وليك دور كبير جدا في الموضوع ده لم يكن دورا اكبر. انا بشكرك. الله يخليك، ربنا يخليك، انا بشكرك جدا. انا اللي بشكرك، شكرا جزيلا لضيف العزيز الاستاذ دكتور احمد عساف على هذا العلم المهم جدا الذي قيل في واحده من اهم حلقتنا وهي بدائل الليزر. قلما يتم الحوار في هذه المنطقه كل العقليات رايحه للليزك فقط او للفيمتو سمايل او الفيمتو ليزك، لكن هناك بدائل، وهي زراعه العدسات عالم مهم جدا جدا وعالم في منتهى الرقي منتهى البساطه، وعمليه رائعه جدا من ناحيه التقنيه ومن ناحيه الاثار الجانبيه اقل كثير جدا مما يعتقده الكثير. ونخليكم مع الناس الحلوه. النهارده حوار من تراس خاص في عالم طب الاسنان، حوار عائلي. فكرة ان التقويم يفشل دي مستبعدة تماما. احنا عندنا العظم بتاع الفك بيبقى بالسمك كده، اللي بيحافظ على ان السمك كده يفضل زي ما هو
الجذور او الروتس بتاعت الدرس. يعني انا اذا كنت بخلع لابنك او لبنتك درس عند سن 5 سنوات او عند سن 6 سنين، البديل بتاعه هيطلع عند سن 11 سنه. اتنين اخوات، الاتنين بيساعدوا بعض، الاتنين ممكن نستخدمهم في نفس الحاله. هل التقويم تقدم؟ فبقى فكره انه يفشل دي مستبعده. فكرة أن التقويم يفشل دي مستبعدة تماما. الأشعة المقطعية دي حاجة طفرة في عالم الطب، طفرة كبيرة في عالم الزراعة كمان. أنا بقالي سنة في التقويم، هقعد كمان سنتين تثبيت، وده اللي بيخلي الحالة إن هي ترجع. وهو شايف إن ضحكته كده شكلها حلو، ما تعملش حاجة. طب أنت مش راضي، السبب اللي أنت مش راضي عنه هو بس اللي إحنا هنعالجه. الدكتور كامل حسين استشاري جراحة الوجه والفكين، عضو الجمعية المصرية لجراحة الوجه والفكين، ماجستير جراحة الوجه والفكين. الدكتور أحمد كامل أخصائي تجميل وزراعة الأسنان. So this is a normal happenings of how we brush our son's teeth. No. I'll show you how it's done. You can tan like this. You grab his eyeballs like this. It's about the only way you can really get it done right. Oh done. اهلا بكم. النهارده حوار من تراث خاص في عالم طب الاسنان، حوار عائلي. لكن قبل ما ابدا الحوار العائلي، برضه العيله بتفرض نفسها في طب الاسنان بشكل كبير. هحكي لكم قصه غريبه جدا. في فرنسا حكموا حكم قضائي على راجل بالسجن لمده، مش جايبين في الخبر قد ايه، بس يعني اكيد هيقعد فتره كده في السجن لانه اهمل في العنايه باسنان اطفاله اللي عمرهم 3 سنين و4 سنين. كان بيجيب لهم حاجات ساعة كتير، مشروبات غازية كتير، معلمهمش ثقافة الاعتناء بأسنانهم، أكلهم حلويات بطريقة كبيرة جدا، فاعتبروا ان ده عدم اهتمام بالأسنان وعاقبوه بالسجن 3 شهور. 3 شهور. المحكمة الجنائية في مدينة ليموج الفرنسية قالت ان الراجل لم يوفى او يوفي بالتساماته كأب. يا خبر ابيض، انه ما اعتناش باسنان ولاده اللي عندهم 3 سنين و4 سنين، وجاب لهم الحاجات اللي كل ابهات الوطن العربي بيعملوها، حلويات، شيبسيات، حاجات ستيكي، مياه غازية، زي ما انت عايز اجيب لك. ده التمن كان 3 شهور. وقالوا ان الطفل الاكبر بقى مضطر انه يفقد كتير من اسنانه، 7 اسنان، والطفل الصغير وصل لمرحله انه مش قادر يتكلم بشكل كويس بسبب مشاكل سنانه. لازم نفهم انه الرعايه اللي من الاب او الام باسنان اطفالهم اصبحت واجب مقدس، والثمن انه يعاقبه. في فرنسا اتعاقبوا عشان بس ما يبقاش الراجل اتسجن 3 شهور، كم واحد يستحق السجن. النهارده ضيفين عزيزين عليا جدا، زي ما انا قلت حوار عائلي النهارده في عالم طب الاسنان، الاسم المتميز في عالم طب الاسنان. طبعا بيشرفني النهارده الاستاذ الدكتور كامل حسين، استشاري جراحات الوجه والفكين وعضو الجمعيه المصريه لجراحه الوجه والفكين، والاسم المتميز. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. وطبعا النهارده ضيفي عن يميني الدكتور احمد كامل حسين، اخصائي تجميل وزراعه الاسنان، وطبعا المدير لدكتور لعيادات دكتور كامل الاسنان كلينيك. ما هو مشوار مدير. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ منورني، ربنا يخلي حضرتك. خلينا نبدا مع الدكتور كامل الاول، وعايز تكلمني عن حاجتين.
عن ليه كتير من الولاد صغيرين سنانهم بتبقى بايظه ويحتاجوا تقويم. ايه السبب؟ هل الاسره ليها دور؟ هل الولاد عملوا حاجه غلط فحصل ان السنان باظت؟ لا، هو يمكن حضرتك البدايه كانت موفقه جدا في حته الغرسه. هو مش عايز اقول ان هو يستحق السجن، والا فعلا زي ما حضرتك برضو ذكرت الوطن العربي كله هيتسجن. يا خبر، اباء وامهات المفروض يستحقوا السجن. هو ممكن يكون اهمل عن عدم درايه، انما الكارثه انما يجي لك اب وام بابنه او ببنته في العياده وانت توجهه وتنصحه وتقول له الصح، ان لا لازم نحافظ على السنه دي او لازم نحافظ على الدرس دوت، وهو معتقد او جاي بخلفيه واحده بس، وجع ساعه ولا كل ساعه، اخلعه لي، مش هيطلع غيره، طالما هيطلع غيره اخلعه. هو غير مدرك تماما بان ده السنه اللي بتتخلع دي او الدرس اللي بيتخلع دوت ليه وقت معين لظهور الدرس البديل ليه. يعني انا اذا كنت بخلع لابنك او لبنتك درس عند سن 5 سنوات او عند سن 6 سنين، البديل بتاعه هيطلع عند سن 11 سنه، معنى كده ان المكان ده هيفضل فاضي 6 سنين. هو لا يدرك تماما ان الاسنان بطبيعتها بتتحرك ليل نهار، السنان مش ثابته، السنان كائن متحرك فبتتحرك. بتتحرك باتجاه معين ناحيه الاسنان الاماميه، فبتبتدي تقل المسافه اللي موجوده مكان الخلع. يعني هو مخلع درس اصبح اللي قبليه بيضم عليه، اللي بيجي الدرس البديل عشان يطلع ما بيلاقيش المكان ده، يا اما بيدفن تحت ما بيطلعش، وبعد سن البلوغ بنضطر احنا نخش كجراحه وجه وفكين عشان نعمل عمليه امباكشن او عمليه نخرج الضرس دوت ونظهره بالشكل الطبيعي بتاعه، او الضرس بيتحايل على وضعه ويبتدي يلف يخرج بشكل ملبوظ شويه فيبتدي يطلع معوج. ودي بتبتدي تخش بعد كده في مشاكل تقويم. حلها بسيط جدا في ان انا اعالج الضرس او النحشي، واذا كان الضرس وصل لمرحله خلاص ما يقوس منها وان انا هخلعه، فبضطر ان انا احط سبيس مينتينر حافظه مكان، طالما ان انا كده كده هخلع احط حافظه مكان تحفظ لي المكان دوت يفضل سليم لحد ما يبتدي الضرس اللي بعديه انه يطلع. فانا بعتقد ان التقويم او عشان استخدم تقويم معناها ان في خلل موجود في الاسنان، لان التقويم هو معناه ان انا اعالج السن، اعالج الوضع بتاعه. والخلل ده انا يعني 90% بيبقى للاباء او الامهات، لان الطفل لا يدرك. هو كل اللي بيحس بيه ان في الم، وكل اللي هو بيبقى عايزه ان هو ياكل، اذا كان هياكل شيبسي هياكل الشيبسات عامه يعني، او هياكل حلويات او كده. انا برضو في النقطه دي ما بمنعش ان هو ياكل، بس على الاب والام عمليه تنظيف الاسنان بعد الاكل، كل زي ما انت عايز، وياكل ملبس، ياكل شوكولاته، ياكل شيبسات، ياكل اي حاجه هو عايز ياكلها. ما دمت ان انا هقدر ان انا انضفها واخلص الفم منها بعد عمليه اكلها مفيش مانع. دكتور احمد، انا عايز اروح لحته مهمه. كتير برضو من الشباب الصغير عنده سنه ممكن تبقى اتفقدت مش موجوده، تمام، مطنش، ممكن يكون ضرس لجوه شويه مش باين، حتى باين في ناس بتطنش، تمام، وبيبقى عمال يفكر اروح اعمل زراعه ولا اعمل تركيبه زي اللي هو كوبري يعني، صح. عايزك تشرح لي ايه اللي يحصل لما طنش ان مكان مفقود وما حطيتش مكانه زرعه. طيب، والزراعه ولا التركيبه في رايك؟ هقول لحضرتك. الاول نعرف ايه المشاكل او ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل لو الضرس اتخلع واتساب، وبعد كده نقرر اذا كنا هنعمل تركيب ولا هنعمل زراعه. احنا عندنا العظم بتاع الفك بيبقى بالسوم كده، اللي بيحافظ على ان السوم كده يفضل زي ما هو الجذور او الروتس بتاعت الضرس. لما الروتس دي او الجذور دي بتتخلع بيبتدي العظم ده يحصل له ريزوبشن، يقل السمك بتاعه ده يقل. طب لما يقل ده ايه اللي يحصل؟ لما يقل يبتدي يبان على وشي من بره بعد فترات طويله. الاول زمان قبل الزراعه كنا بنعمل التركيبات، اللي هو الضرس اتخلع بنبرد الضرس اللي قبليه، بنبرد الضرس اللي بعديه وبنعمل التركيب. وجدنا بعد فتره لما بيحصل الريزوبشن ده في العظم او التاكل اللي بيحصل في العظم ده، فبيبتدي يحصل فراغ ما بين التركيب وما بين العظم، فبدا تدخل اكل، بدا يحصل فود اكيوميليشن في المنطقه دي، بدا تجمع اكل، تجمع اكل تحت التركيب. فبدات السنان اللي انا بردتها اللي انا محمل عليها بدات تسوس، فبقينا نشيل التركيبه ونبرد اكتر ونركب. طب احنا عايزين نحافظ على ان العظم ده يفضل بنفس السمك عشان ما يحصلوش تاكل، وعايزين نحافظ على السنان اللي موجوده قبل الضرس اللي اتخلع وبعده ما نبردهمش وما نجيش جنبهم. طب نعمل ايه؟
احنا لما خلعنا الجدر ده وشلناه واجب علينا ان احنا نحط واحد تاني مكانه يحافظ على ان السمك بتاع العظم يفضل بنفس سمكته ما يقلش. فلما خلعنا الجدر وحطينا واحد تاني مكانه اللي هو الامبلانت حافظنا على ان السمك ده يفضل زي ما هو. بنستنى بعديها فترة 3 شهور 4 شهور وبعديها نركب الكراون بتاعنا. هنروح للحتة دي. لكن انا عشان برضه اقول انه في ناس بتستثقل التقويم، يعني تقول لك التقويم ده هيقعد فترات طويلة وهيتعبني وممكن ما يفشل، يعني هل التقويم تقدم فبقى فكرة انه يفشل دي مستبعدة؟ هي مستبعدة تماما، يعني فكرة انه التقويم يفشل دي مستبعدة تماما. يفشل في حالة واحدة بس، التقويم عبارة عن ماتش كورة شوطين، الشوط الاولاني بيلعبوا الدكتور، الشوط الثاني بيلعبوا المريض نفسه. ما ينفعش ان فرقتين بيلعبوا ماتش فريق غالب 10-0 والشوط الثاني ما ينزلش، خلاص باظ الماتش كله. هو ده نفس الموضوع، الشوط الاولاني اللي بيلعبه الدكتور هو عمليه التقويم نفسها لحد ما وصل للدرجه النهائيه من السنان، ان لا وصلت ان البوزيشن بتاعي بتاع كل سنه بقى نورمال، بقى طبيعي مش محتاج اي حاجه تاني. تيجي المرحله الثانيه اللي هو الشوط الثاني بقى اللي هي مرحله التثبيت. الدكتور بيعمل جهاز التثبيت وبيديه للعيان وبيركبه له وبيقول له الفتره الزمنيه اللي هو العيان هيبتدي يستخدمه فيها. والفتره الزمنيه دي بتقل، يعني بقول له مثلا في اول 6 شهور انت بتستخدمه لمده 18 ساعه، في الست شهور التانيين بتستخدمه لمده 12 ساعه، وببتدي اقل معاه بالفتره الزمنيه تدريجيا لحد ما يبقى خلاص مش محتاج ان هو يلبسه. يفشل التقويم في لعب الشوط الثاني، ان العيان ما يستخدمش جهاز التثبيت وما يلبسوش، يا اما ما بيلبسوش نهائي، يا اما بيزهق منه لا انا كفايه عليا السنه ونص بتاع التقويم، يا اما بيلبسه على فترات اقل من اللي هي موجود فيها، فبتبتدي يحصل ريلابس، تبتدي السنان ترجع للوضع اللي كانت عليه قبل الدكتور ما يشتغل. فهي دي الحاله الوحيده اللي ممكن نقول التقويم يفشل فيها، انما بخلاف كده ما اظنش ان في فشل في حالات التقويم. يعني مثلا الحاله دي تاخد وقت قد ايه؟ هي الحاله دي خدت 8 شهور بالظبط. بس كانت يعني ما ينفعش فيها غير التقويم. عشان اقول ان انا هعمل اكستراكشن للسنتين الاماميتين دول صعب جدا، انا دمرت وجه العيان ما خلاص وشه باظ. الحل الوحيد ليها ان انا ابتدي الف السنان ديت واخليها ترجع للوضع الطبيعي زي الشكل اللي هو اللي موجود فوق. يمكن الشكل اللي موجود فوق دوت احنا كنا لسه ما شلناش البراكتس اللي موجوده بتاعه التقويم، المفروض دي لما تتشال يبتدي العيان يلبس جهاز التثبيت. في حالة زي كده العيان لو ما لبسش جهاز التثبيت السنان هترجع للروتيت الشكل تحت، عشان الالاستيك فايبرز اللي موجودة في اللثة حوالين الأسنان دي بتبقى أنسجة ليها ريكويل، وزي الاستيك كده بالظبط بتروح راجعه تاني. ما ده الريكويل الرد بتاعها، ايوه هتروح ترجع تاني في ذاكره للسن. ففي حاله زي كده احنا حتى بعد ما بنوصل للشكل ده بنتدخل بعض الشيء جراحيا، ان انا بقطع الالاستيك فايبرز دي عشان هي هتبتدي تتكون تاني، بس لما تيجي تتكون تاني تتكون على الوضع النهائي اللي موجود ده، فبالتالي ما تردش السنه زي ما كانت. وبنستخدم بقى معاها جهاز التثبيت اللي هو يحافظ عليها. دايما العيان بيقلق من فتره جهاز التثبيت، لان الفتره لو انا اخدت في العلاج الحاله دي 8 شهور يبقى جهاز التثبيت هيقعد سنه ونص. لو انا اخدت فيها سنه جهاز التثبيت دايما بيبقى ضعف الفتره اللي اتعمل فيها التقويم. بعض البيشنز بيقلق من النقطه ديت ويبتدي لا انا هقعد لسه انا بقالي سنه في التقويم هقعد كمان سنتين تثبيت، فبيقلق منها او بيستصعبها، وده اللي بيخلي الحاله ان هي ترجع. الشوط الثاني عجبتني قوي الشوط الثاني. في الزراعه يا دكتور احمد ناس عندنا فريقين، في ناس تستصعب ايوه الزراعه وتشوفها يعني لا انا اروح لسه هزرع وده يا عم ده مزعجه وبتخوف وبتاع، صح، وعايشه لسه في القرن ال 17 وال 18، صح، وفي ناس ثانيه متهوره بتقول لا الزراعه دي اروح وهتقول لهم اشعه مقطعيه يقول لك اشعه مقطعيه يا باشا ازرع توكل على الله بلا اشعه مقطعيه بلا بتاع احنا نقعد نكلف فلوس وبتاع، صح. فاحكي لي التحضيرات ما بين المستعجل وما بين المتردد. طيب الاول احنا زمان كان فعلا موضوع الزراعة ممكن ياخد وقت، ممكن يبقى ليه تحضيرات كتير. دلوقتي الموضوع مختلف شوية عشان التكنولوجي اللي حصلت. يعني زمان احنا كنا عشان نعمل زراعة زي ما شرحت حضرتك من شوية احنا بنزرع في سمك عظم معين في طول عظم معين،
فعشان نعرف السم كده قد ايه والطول ده قد ايه كان لازم نعمل حاجه اسمها فلاب. يعني ايه فلاب؟ يعني احنا عندنا اللثه لازم نفتحها اشوف العظم بتاعي ده سمكه قد ايه، العظم بتاعي ده طوله قد ايه، عشان اقدر احط الزرعه المناسبه كطول وكعرض. طب دلوقتي الموضوع بقى اسهل ازاي بالتكنولوجيا اللي حصلت دلوقتي؟ يعني عن طريق الاشعه اللي هي ثلاثيه الابعاد او الكومبيم بقدر ان انا اشوف كل الاناتومي وكل اللاند مارك بتاعتي من غير ما المس العيان، من غير ما المس اللثه. يعني انا دلوقتي عملت اشعه مقطعيه، الاشعه المقطعيه دي حاجه يعني ده طفره في عالم الطب، طفره كبيره في عالم الزراعه كمان. لان انا دلوقتي الزراعه على حسب المكان اللي انا بزرع فيه، كل مكان انا بزرع فيه في الوش كل مكان فيه حواليه اناتومي. يعني بزرع فوق في عندي المجزري سانس اللي هي الجيوب الانفيه، بزرع تحت في عندي اعصاب في نيرفات ماشيه، لازم ابقى عارف ده مثلا خلع بقاله فتره كبيره وحصل التاكل في العظم فبقى عندي طول صغير ما بين العظم بتاعي وما بين الجيوب الانفيه. الكلام ده انا ما كنتش هكتشفه غير بالاشعه المقطعيه. فدلوقتي بالاشعه المقطعيه بقيت اقدر اعمل الزراعه فلابلس من غير جراحه. ازاي؟ عملت الاشعه بتاعتي، عرفت الطول ده قد ايه، عرفت السمك بتاعي ده قد ايه. بعمل سيرجيكال جايد، السيرجيكال جايد ده جهاز بعمله بيحدد لي الدايركشن كمان بتاع الزرعه اللي انا بدخل بيه، بحط السيرجيكال جايد في خلال السيرجيكال جايد اللي هو الدليل الجراحي. الدليل الجراحي بتاعي الدليل الجراحي ده بعمله على اساس ايه؟ بعمله على اساس الاشعه الثلاثيه الابعاد. الاشعه المقطعيه او الاشعه الثلاثيه الابعاد وضحت لي ان انا عندي مثلا هنا السمك بتاعي ده نقول مثلا 6 مللي وفي عندنا طول 13 مللي، فانا هقدر احط زرعه سمك اقل شويه طول اقل شويه في الدايركشن ده اللي بيحدد لي كل الكلام ده الاشعه. ومن خلال الاشعه بعمل الدليل الجراحي، بحط الدليل الجراحي بتاعي وبحط الزرعه في تقريبا في 3 دقائق. ده المستعجل. المتردد يعني ممكن كان زمان شويه موضوع التردد، انما دلوقتي بمجرد ما بنبتدي وبيعمل زرعه بيعمل زرعتين بيلاقي الموضوع بقى اسهل كتير زي الفيديو كده. بيبقى فاهم اللي ده اللي بيحصل فعلا. بالظبط. التحميل، هل انت يعني التحميل المباشر لوناسو مثلا؟ مش لوناسو، بس هي الفكره كلها بتعتمد على العظم بتاعي. العظم بتاعي كثافته كانت كويسه وانا بعمل الامبلانت بتاعي من البدايه وانا بحط الزرعه بتاعتي في حاجه عندي اسمها انيشال استابيليتي. ايه الانيشال استابيليتي؟ اللي هو الثبات المبدئي. وانا بربط الزرعه بتاعتي الراتشد اللي انا بربط بيه بيبقى عليه ميجرمنت، عليه مقياس، بقدر من خلال المقياس ده اشوف انا بربط الزرعه دي على مقدار قد ايه. وانا بربط الزرعه الانيشال استابيليتي اللي هو الثبات المبدئي ده كان عالي عندي وكويس والزرعه ثابته كويس وعندي البون الكثافه بتاعته كويسه، اقدر اعمل ايميديت لودنج، احمل في ساعتها، اركب الكرام بتاعي في ساعتها، باثره بس شويه عن الاوبوزنج عن السنان اللي قصاده عشان ما يبقاش التحميل جامد ويقدر ياكل ويشرب في ساعتها. طب عندي كثافه العظم قليله او الانيشال استابيليتي بتاعتي ده كانت ضعيفه، او انا مثلا خلعت ضرس ليه 3 جذور وزرعت مكان جدر واحد بس وفي جدرين تانيين لسه ما قفلوش، لا ساعتها بنضطر نستنى شويه لحد ما العظم ده يقفل ويلم ويبقى الاستابيليتي بتاعي عالي واحمل او اعمل اللودنج بتاعي او اركب الكرام بتاعي. دايما حالات الاسنان قصص، يعني الحاله اللي قدامنا اللي انت شايفها دي دي اكيد قصه. دي قصه فعلا، قصه كبيره. يعني السن كام؟ تقريبا كان 35. يا طب ليه فقدت الاسنان؟ دي حادثه ولا سكر؟ لا دي كانت سكر. وحصل ان الانسجه البيدنتال ليجمنت اللي حوالين السنان الاماميه الاربع سنان الاماميين حصل لهم تاكل، فالاربع سنان الاماميين بدا يحصل لهم موبيليتي لخلخه، فاضطرينا ان احنا نشيلهم ونعمل 4 امبلانت مكانهم، 4 زراعات مكانهم ونصحح العض. يعني الحاله دي كان فيها كذا مشكله، مش مشكله واحده، مشكله السكر، مشكله الانسجه اللي حوالين السنان نفسها كان فيها تاكل، العض نفسها بتاعتها كانت حاجه اسمها كلاس 3. يعني ايه؟ يعني الفك اللي تحت خارج لبره عن الفك اللي فوق. احنا النورمال بايت بتاعتنا او العضه الطبيعيه بتاعتنا كلنا ان الفك اللي فوق هو اللي خارج عن الفك اللي تحت وعضين قصاد بعض. طب الحاله دي او الكلاس 3 ان الفك اللي تحت هو اللي خارج لبره، فلما خلعنا الاربع سنان اللي فوق وزرعنا مكانهم كان لازم بقى هنا الدليل الجراحي بتاعي او السيرجيكال جايد يقدر يحدد لي ان الدايركشن بتاع الامبلانت بتاعتي تبقى طالعه لبره شويه عشان اقدر ارجع تاني البايت للنورمال، للنورمال بايت بتاعتها. بس دي قصتها. دي قصتها. هل السكر يعني بيضايقك في الزراعه؟ ساعات وساعات. يعني لو السكر كنترولد
مريض السكر بياخد العلاج بتاعه في ميعاده، عملنا تحليل سكر تراكمي وطلع مظبوط، السكر ما بيعلاش ويوطى فجأة، تمام. وده بيبان على السنان قبل الزراعة، يعني مريض السكر اللي جاي يزرع سنانه اللي موجودة أصلا لو لقيناها ثابتة وسليمة ما فيهاش مشاكل بنبقى متأكدين ومطمنين إن الزراعة اللي إحنا هنعملها سليمة. طب لو أصلا من قبل ما نعمل الإمبلانت بتاعتنا أو من قبل ما نزرع سنانه اللي هو جاي بيها بتتلخلخ، طب أنت سنانه اللي موجودة بقالها 30 40 سنة بتتلخلخ، اكيد الزرعه اللي احنا هنحطها هي كمان هتتلخلخ. فده بيعتمد على ان هو حد ملتزم، حد كنترولد في موضوع السكر، مظبط سكره، بياخد ادويته، محافظ على السنان، هيحافظ على الزرعه اللي احنا هنعملها. مش محافظ اصلا على السنان الموجوده يبقى مش هيحافظ على الزرعه اللي انا هعملها. ساعات بتواجهنا في الزراعه دكتور كامل مشكله ان الجيوب الانفيه منخفضه، ودي من الحاجات المزعجه بتاعتي. ازاي بنتعامل مع المشكله؟ هي حتة الجزئية بتاعت الجيوب الأنفية المنخفضة هي أولا بتبقى ناتجة نتيجة عيان عمل اكستراكشن، خلع الضروس، سواء بداية من الضرس الخامس أو السكند بريمولر، أي منهما يعني كانت خلع وقعد لفترة طويلة ما حصلش عملية زراعة أو ما حصلش عملية تعويض للمسافة بتاعت الجدر اللي حصلت ديت. في حالة زي كده بنضطر إن احنا نرفع الجيوب الأنفية وبنعمل عملية زرع عظم تحت الجيوب الأنفية أو في المسافة اللي هي فاصلة ما بين العظم الأساسي وما بين المسافة اللي أنا رفعتها للجيوب الأنفية، وبحط فيها عظم زي ما هو متواجد هنا كده. هنا الجيوب الأنفية ابتدت تنزل، تمام. احنا بنفتح مكان الضرس اللي هو اتخلع دوت او مكان الجزء الصغير، المسافه الصغيره قوي دي، وبنبتدي نخش منها، بنشيل جزء من العظم لحد ما بنوصل للجيوب الانفيه نفسها، وبعد كده بنرفع الجيوب الانفيه لفوق لمقدار اللي احنا عايزين نحطه. يعني احنا هنحط زرعه مثلا طولها 13 مللي والمسافه اللي موجوده عندي دلوقتي حوالي 6 مللي بس، انا محتاج ارفع الجيوب الانفيه 7 مللي. فبخش وبرفع الجيوب الانفيه لفوق وبعد كده ببتدي احط عظم وبقفل تاني وبتركها لفتره وبعد كده بحط الزرعه بتاعتي وبستخدمها عادي. فالجيوب الانفيه هبوطها او وصولها او تخلي ان المسافه قريبه بينها وبين الفم ما بقتش مشكله قوي، طالما ان زي ما الدكتور احمد كان بيتكلم من شويه الاشعه ثلاثيه الابعاد قدرت تحددها لي بالظبط هي قد ايه، وانا قدرت اتعامل مع الجيب الانفي دوت واعمل له عمليه رفع زي اللي بنشوفها دلوقتي على الفيديو، الموضوع كله انتهى، بقت عمليه زيها زي السنان الطبيعيه، زيها زي الفك الطبيعي. انا محتاج هنا للزرع، محتاج هنا عض، وهنا محتاج عض، هنا ما كانش موجود، طالما ان انا وجدت الحل لي ان انا ارفعها واحط العض اصبحت الحاله واحده. عايز اروح برضو دكتور احمد لحته مهمه، يعني ساعات انسان يجي لك عنده كم كبير من الاسنان رايحه، ساعات كلها تكون رايحه، فزراعه فك بالكامل ديت حاجه بالنسبه لنا تبدو من الاشياء الصعبه جدا. هقول لحضرتك برضو الموضوع برضو بيرجع للعظم نفسه عامل ازاي. الانسان اللي خالع كل اسنانه ده، هل لما خلع كل اسنانه ده خلعها عشان كان مريض سكر واسنانه وقعت والعظم ده فيه تاكل؟ خلعها عشان هو كان مهمل كل سنه بتوجعه بيروح يخلعها؟ في ناس كده، في ناس كل ما سنه توجعها يروح يخلعها، كل ما سنه توجعها يروح يخلعها، وفي الاخر بيفضل عنده اربع خمس سنان بيعمل حاجه اسمها كليرنس، بيقول انا اشيل بقيه السنان دي واركب طقم. في ناس تفكيرهم كده فعلا. طب الناس اللي شالت سنانها عشان خاطر السكر والعظم عندها كان قليل قوي، هو دلوقتي احنا حاليا في 2018 مفيش حاجه ملهاش حل. يعني مفيش حاله بتقابلنا بنقول لا ما ينفعش نزرع لها سنان او لا ما ينفعش ان هي تركب سنان. ليه؟ لان كل حاجه دلوقتي بقت موجوده ليها حل. حتى الناس اللي عندهم هشاشه عظام اتعمل لهم زرعات بديزاين معين بسريشن معينه اللي هي السنون بتاعه الزرعه بحيث ان هي تقدر تدخل في وسط العظم وتمسك ويبقى الاستابيليتي بتاعها اعلى. طيب حد زي ما قلت لحضرتك خلع كل سنانه عشان مثلا عنده ان هو مريض سكر، مش معقوله هو عنده مثلا فوق 16 سنه وضرس وتحت 16 سنه وضرس، مش هزرعهم له، مش هزرع له فوق 16 وتحت 16. بعمل ايه؟ بعمل حاجتين، بدخل الامبلانت مع البريدج اللي حضرتك قلته في الاول، البريدج اللي هو الكوبري. الاول لما كان حد بيخلع كنا بنركب له يمين وشمال واللي في النص مخلوع، بنعمل نفس الموضوع بس عن طريق الامبلانت. فبنعمل مثلا 8 امبلانت فوق 8 امبلانت تحت ونعملهم زي بريدج زي كده. يعني انا عندي مثلا زي كده هنا في 3 مخلوعين، مش هزرع الثلاثه، بزرع واحده هنا بزرع واحده هنا
وبعمل بريدج زي كده بيركب عليهم، ويبقى اللي في النص ده متحمل على اليمين وعلى الشمال. فركبت هنا اتنين، ركبت هنا اتنين، ركبت هنا اتنين، عوضت له كل الاسنان اللي كانت مفقوده فوق وتحت. بس برضو الموضوع يرجع انه يحافظ على الحاجه اللي انا عملتها، او ان هو اصلا من البدايه ما فقدش اسنانه لانه حد مهم. يعني هو الامبلانت كله او عالم الزراعه كله بيعتمد على ان الانسان اللي انا هزرع له هيقدر يحافظ على الحاجه دي، هقدر ان انا اعوض له كل اسنانه، حتى لو فقد جميع اسنانه، حتى لو فقد ال 32 سنه نقدر نرجعهم له تاني وفي وقت صغير، بس هو من البدايه يكون عايز يحافظ على الحاجه دي. حلو الحاله دي، يعني عجباني. انا هكلمك يعني في الشويه اللي جايين على التجميل. تمام. يعني لكن هي دي فيها تجميل، يعني طبعا. هنا في الصوره جماليه رائعه، انت ما زرعتش بس، انت زرعنا وعملنا كراونز وعملنا فينير، عملنا تركيبات وعملنا قشور تجميليه. عملت كل عملنا ثلاث حاجات. الاسنان اللي كانت مفقوده اللي كانت مخلوعه عملنا مكانها امبلانت، زرعنا مكانها. الاسنان اللي كان فيها بروتروجن جامد طالعه لبره قوي عملنا لها كراونز وغيرنا الدايركشن بتاعها ودخلناها لجوه. الاسنان اللي كان البوزيشن بتاعها سليم، مكانها ووضعها سليم او على نفس اللاين بتاع الكونتور بتاع الاسنان دي، ركبنا لها فينير وفي الاخر وصلنا للشكل ده. نتيجه رائعه بالظبط جدا. دي ده 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 شغل معمل ولا سيرك؟ لا ده سيرك. ده سيرك. يعني انا شفت انا بقيت شاطر ازاي. طبعا. عايز اروح لحته الجراحيه قبل ما ارجع للدكتور احمد في التجميل، لانه التجميل ده قصه اتكلم عنها. التجميل انكلودنج كل حاجه في الاسنان. بالظبط. يعني وده دي الحلقه اللي فاتت كانت كل حاجه في الاسنان. لا هو عامه التجميل بيشمل كل فروع الاسنان. تقويم، زراعه، قشور تجميليه، تركيبات، خلع، كل حاجه التجميل بيشملها عشان في الاخر نوصل للايديال سمايل او للابتسامه المثاليه. عشان اوصل لابتسامه مثاليه هشمل كل ده عشان اقدر في الاخر اوصل لابتسامه يكون المريض راضي عنها او مبسوط ان هو وصل للابتسامه دي. بس خلي بالكم ما نطقش ولا مره هوليود سمايل، الابتسامه المثاليه. واضح ان هوليود سمايل بدات تختفي تماما كلمه. مش بدأت تختفي، بس هقول لحضرتك. انا من اول ما هوليود سمايل طلعت وانا كان بالنسبه لي كلمه هوليود سمايل هي ابتسامه مثاليه للعيان نفسه. يعني انا ممكن يبقى عندي مريض سنانه اللي تحت راكبه فوق بعض وهو مبسوط كده وهو شايف ان ضحكته كده شكلها حلو، ما تعملش حاجه ولا تعمل تقويم ولا تعدلهم ولا تجيبهم جنب بعض، انت مبسوط كده بتبص في المرايه وبتضحك وبتتصور وانت شايف نفسك في الصور شكلك حلو كده، ما تعملش حاجه. طب انت مش راضي، مش راضي ليه؟ السبب اللي انت مش راضي عنه هو بس اللي احنا هنعالجه. مش راضي عشان سنانها غامقه شويه، بس هنعمل لها تبييض نفتحها شويه وبقت تمام، بقت ابتسامه مثاليه ليك. مش ابتسامه مثاليه عامه، لان انا ممكن اجيب ابتسامه مثاليه ايديال، السنان مرصوصه كلها جنب بعض، شكلها حلو، الكونتور بتاعها حلو، لونها حلو، واركبها عليك تطلع وحشه جدا. جدا. طب سنانك اللي ملخبطه او اللي راكبه فوق بعض دي شكلها حلو عليك، لو خدتها حطيتها على حد تاني مش هتركب، هتبقى شكلها وحش. بس فهو من البدايه هوليود سمايل دي هي هوليود سمايل لكل عيان. كل واحد هوليود سمايل بتاعته. كل واحد بالظبط. كل واحد بتاعه. كل واحد بتاعه. وابتسامته المثاليه بتاعته هو. بتاعته هو. بالظبط. عايز اروح لحته جراحيه مهمه بقى. ساعات ناس تيجي لك عندها مشاكل في الفك. مثلا غريبه، يعني احنا الدكتور احمد قال حته العضه الغلط صح، بس هل في مثلا فك بيبقى صغير محتاجين نوسعه ولا؟ احيانا الفك بيبقى صغير، احيانا بيبقى في عندنا الاوبن بايت العضه المفتوحه. ان العيان لما بيجي يقفل بتبقى السنان الاماميه مش قافله على بعضها. يعني المفروض زي ما الدكتور احمد قال ان السنان اللي ما بتيجي تقفل بتاكد، هو لا ما بيجي يقفل اسنانه الضروس قافله على بعضها لكن السنان الاماميه مش قافله على بعضها. فدي بتستدعي التدخل الجراحي، واحيانا بيبقى التقويم واحيانا بيبقى الاثنين. يعني في بعض الاحيان بيبقى التدخل الجراحي هو الامثل ليها، وفي احيان اخرى بيبقى التقويم، وفي احيان بيبقى لا لازم يبقى عامل مشترك ما بين الاثنين، التقويم والعلاج الجراحي. وفي حاله زي كده بنتدخل جراحيا لجزء البري ماكزيلا، الجزء الامامي اللي هو بيحمل الست اسنان الاماميين، بنفصلها عن بقيه الجمجمه وبنثبتها مع السنان الاماميه تحت، وبنركب شرايح للجزء اللي هو هيبقى واصل او فاصل ما بين البري ماكزيلا او الجزء الامامي اللي احنا نزلناه وبقيه الجمجمه. وبنظبط العضه
وبتبقى مظبوطه زي اللي احنا شايفينه دلوقتي. بس دكتور ايمن كان قصده على حاجه تانية. كان قصده على العضله المفتوحه اللي احنا بنوسع الرجل نفسها. دي حاجه تانية غير الدكتور دي عشان الزراعه دي غير الزراعه زي ما شرحت لحضرتك من شويه ان احنا ممكن لما نخلع ويحصل تاكل في العظم ويحصل ان السمك ده يقل قوي بعد فتره. ساعات لما بيقل لدرجه ان ما فيش زرعه بالسمك ده يعني ساعات ده بنحط ده احنا بنوسع الريدج ده دي بتاعت الزراعه ان ساعات بيبقى فيه السمك ده مثلا عندنا 2.5 2.5 مللي ما فيش زرعه 2.5 اقل زرعه عندنا مثلا 2.7 يبقى ده كبير تكبير للسمك بتاع الفك عشان اقدر ازرع. ايوه ففي حاله زي كده بيفتح غير الفك نفسه عشان يديله مساحه للزرعه اللي هتتحط. انما اللي انا بتكلم فيه بالنسبه للجراحه عشان اعالج بيها اي عيوب موجوده في الوجه والفكين منهم اللي هي الاوبن باتر اللي اتكلمت مع حضرتك عليها ان انا بنزل بالسنان الاماميه وببتدي اظبط العضه بتاعتي والجزء اللي واصل ما بين اللي انا نزلته ده وبيت الجمجمه بيبقى بتثبيتات بتتحط. في حاجه ثانيه اللي هو البيرد فيس الوجه اللي بنسميه وجه الطائر او وجه الحمام بيبقى الفك نفسه صغير وده يمكن حضرتك اللي كنت تقصده في السؤال الاولاني ان يبقى الجمجمه في الشكل الطبيعي بتاعها لكن الفك السفلي هو اللي حجمه صغير. ودي بيبقى ملهاش اي حل غير الحل الجراحي ان احنا بنتدخل جراحيا من في الفك نفسه بنكسر من الناحيه اليمين ومن الشمال وبنركب جهاز في الجزئين وبنبتدي نفتح الجهاز ده كل 24 ساعه ملي او جزء من الملي وال 24 ساعه التانيين ملي او جزء من الملي لحد ما نوصل ان احنا بنطول العظم بنطول الفك دوت بنوصل ان احنا نطوله سنتي ونص 2 سنتي لحد ما نوصل للمعدل الطبيعي بتاعه للقفله الطبيعيه لان هو لما بيكون شورتن بيبقى الجمجمه كلها في اتجاه وهو في اتجاه خلفي خالص فبيبقى صعب التعامل من الناحيه الشكليه صعب التعامل من الناحيه الوظيفيه اذا كانت الاكل وكده فدي بنتدخل فيها جراحيا وبنطول الفك ده. انتوا اسعدتوني النهارده ربنا يخليك ده حوار معكم ممتع عيله اسنان حقيقيه يعني حاجه جميله جدا العائله يعني عائله بورن تو بي دنتست انا سعيد جدا بوجود حضرتك معايا وسعيد جدا بوجود دكتور احمد معايا طبعا ضيفي العزيزين الاستاذ الدكتور كامل حسين استشاري جراحات الوجه والفكين ودكتور احمد كامل اخصائي تجميل وزراعه الاسنان كان في ضيافه الناس الحلوه واسعدونا بحوار ممتع جدا ما اجمل ما يسمى بعائلات الاسنان يبقى انه العيله نفسها تهتم باسنانها احنا استضفنا عائله سنان لكن انتوا نفسكم كعيله اهتموا باسنان بعض ارجوكم خليكم مع الناس الحلوه. الام اسفل الظهر اكتر حاجه الناس بتشتكي منها بالغضروف ده هو دي الكاوتشه اللي ماسكه الفقرات ببعضها. طيب ما هو كتر الاستخدام الخاطئ بتاعها هيعمل فينا ايه؟ ما الكاوتش دي هتتاكل. الموضوع مش دايما بسيط يعني ساعات المريض البرزنتيشن بتاعته والتواجد بتاعه عند الدكتور او في المستشفى بيبقى بمصيبه من المصايب دي انا بعتبرها مصيبه. انا بختار ايه اللي ينفع مع المريض اللي ينفع في فقره غير اللي ينفع في اثنين غير اللي ينفع في خمسه. الكيروبراكتيك هو ايه؟ طقطقه المفاصل بس علم اعرف المفصله واتجاه الحركه بتاعتها. مفيش حد ما بيقولش ظهري بيوجعني. اللي عمود الفقر النهارده ما عادش زي زمان لان قوته بقت اضعف. مشاكل العمود الفقري اعراضها غامضه. العصب مش هيديني فرصه ان تفضل الفقره تنزلق والغضروف يتاكل وهو يفضل عايش معاك. الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحة الانزلاق الغضروفي كلية الطب جامعة القاهرة عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. أهلا بكم. في ناس أكل عيشها إنها تشيل حاجات تقيلة، في ناس غلابة كده وفي ناس تهورها ممكن يخليها تدفع ثمن غالي. بس حتى شيل التقيل ده يا جماعة لازم نشوف له حل. يعني لما نيجي نشوف الفيديو الجاي ده ناس هي غلابة هي أكل عيشها كده. يعني الراجل ده
مأساة طبعا. يعني يعني بيشيلوه ادي شكارة اتنين تلاتة واقف. طبعا اللي بيصور ده يعني الراجل ده طبعا واضح ان هو من اصحاب يعني يعني الارقام القياسية. والفيديو نفسه الصورة مش جايبة بقى الابر ليميت بتاعها، يعني مش جايبة علو الكام. ارجع يا عم لورا شوية، بدأ يرجع عشان يشوف ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. كل شكارة من دي تقيلة جدا. طب ده غلبان. في ناس بقى متهورة، يعني في ناس الاستعراضيين المتهورين اللي بيعمل ادي واحد نام باين وهو فوق على على الموتوسيكل، ده نام اكيد على الموتوسيكل، سرح بص على الموبايل دخل فيه. بس دخلة بسيطة يعني، المسألة بسيطة ما فيهاش مشكلة. بس وقعة جامدة الظهر هنا مش هيرحم الظهر الوقعة دي. وفي بقى المتهورين كتير قوي يا جماعة اللي بيقعوا، واحد بيسايق موتوسيكل بقى ده 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 ضرباته بقى خطيرة جدا. لأن ده بس ده يعني يعني برضه ربنا ستر الحمد لله، يعني ربنا ستر الحمد لله. لكن في ساعات الستر، الستر ده أصله رصيد، ما تستهونش بستر ربنا. ستر ربنا ده رصيد، كل ما انت تتحدى وتعمل حاجات غريبة وتعمل بقى استعراض وما تاخدش بالك وانت سايق وبتاع، انت بتفقد رصيدك في الاخر، هتدفع الثمن ظهرك. اللي شغله بيستدعي انه يشيل تقيل، واللي استعراضه او تهوره او عدم تقديره بيستدعي انه هو يقع، الاثنين ظهرهم في خطر. اكتر حاجة المصريين بيشتكوا منها الظهر وألمه. النهارده حوار مثير للغايه مع ضيفي العزيز، قيمه علميه كبيره واسم كبير، بنسعد جدا باستضافته وبيمتعنا بحواره الشيق الممتع، واحد من القامات المتميزه اللي اضافت لنا الكثير، جراح رائع وايضا من الكاريزمات اللي اعطتنا جزء اعلامي متميز جدا في الشرح، استاذنا الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا دكتور. منورنا. وهنبدا الاول بسؤال كلاسيكي جدا. منور حضرتك. الام اسفل الظهر اكتر حاجه الناس بتشتكي منها، كل الناس بتقول لك ظهري بيوجعني، مفيش واحد ما مرش بتجربه ظهره اللي بيوجعه دي، قليل بيتهيألي. لا ده حقيقه، يعني هو فعلا مفيش حد عايش او بيتحرك او بيشتغل او بيمشي الا وعانى في وقت من الاوقات من مشكله في ظهره او في رقبته. لو على قد الظهر والرقبه ساعات الدنيا بتبقى ماشيه، لان احنا برضو متعودين ان الام الظهر وألام الرقبة من قطرتها بقت جزء من حياتنا، فما بتزعجناش قوي. الحاجات الحركة عرضتها دلوقتي بجد، أنا طبعا أول مرة أشوفها بجد الحقيقة، يعني أول مرة أشوف المنظر ده. لا شفت ناس، أنا عديت معاه وهو بيشيل، أصل أنا ده شغلي بقى الناس اللي بتجيلي. ده شال 5 شكاير، كل شكارة 50 كيلو، أنا عارف وزنها 50 كيلو، 250 كيلو، ربع طن على ظهره. يعني كم يعاني هذا العمود الفقري في ناس زي كده؟ ده مش وحده هو طبعا، مش كل الناس تشيل كده، ما في اصل 50 كيلو ده تقيل جدا على العمود هو الفقري. واضح ان لما تصور اللي صوره يعني ده منبهر، هم عاملين شو يعني هو يقدر يشيل قد ايه. بس اللي بيشيل شكاره ويطلع بقى دور واثنين وثلاثه وخمس ادوار، ومش شكاره ده اثنين وثلاثه، وبيشيل 5 طن والطن فيه 20 شكاره، يعني 100 شكاره، لا كتير جدا على العمود الفقري. ودي مش قصه يوم، ده دي قصه استمراريه في الحياه وعمل. الحاجة التانية المهمة جدا، ان مش كل الناس عندنا بتصاب عمود الفقر علشان اتخبط او راكب موتوسيكل او بتاع. طب ما احنا عندنا الناس اللي هم راكبين العربيات العادية جدا في الطرق المكسرة بتاعتنا والمطبات والبتاع، ما هي دي مأساة يومية، والعمود الفقري بيستهلك. يعني انا قضيتي في العمود الفقري مش الاستخدام، هو سوء الاستخدام. كان في واحد زمان عمل تجربة بسيطة جدا، جاب كوباية مية وعرضها على الناس، هي كوباية دي تقيلة؟ لا مش تقيلة. خلى كل واحد يمسك الكوبايه دي فترات مختلفه، واحد مسكها ساعه، واحد مسكها 5 ساعات، واحد مسكها يوم كامل. اللي مسكها 5 ساعات بدا ايديه تقع تتقل، اللي حاول يمسكها يوم ما بقاش عارف يرفع ايديه، برغم ان كوبايه الميه هي هي الكوبايه، الوزن بتاعها لا يتعدى ربع كيلو، يعني 250 جرام واخد بال حضرتك، بس هي مده الاستخدام هي اللي فرقت. انا لما بمسكها وبشرب بيها وحطيتها ورميتها وبتاع ده خلصت، ما انا ما حسيتش بتقل. هي دي مشكلتنا في العمود الفقري بقى، بستخدمه لفترات طويله جدا. ست البيت بتصحى الصبح تبدا توضب وتنزل وتروح شغلها، او تيجي او قاعده في البيت او تشتغل في البيت، وقفه المطبخ بالساعات، وقفه الغساله بالساعات، وقفه البوتاجاز بالساعات، الموضوع تراكمي كوميوليتيف، يعني كل شويه بتلاقي الحاجات دي بتتجمع. وصلنا للاخر ان بقت العمود الفقري ما عادش مستحمل، العضله قادره تشيل ها، ولا الغضروف بدا يستحمل. طب الغضروف ده هو دي الكاوتشه اللي ماسكه الفقرات ببعضها،
طيب ما هو كتر الاستخدام الخاطئ بتاعها هيعمل ايه فينا ايه؟ ما الكاوتش دي هتتاكل هتبوظ زي العربيه. كاوتش العربيه ما بعد فتره وده سهل ان انت تغيره. شوف العمود الفقري بيتحرك بقى قد ايه؟ شمال ويمين، ده تركيب. يعني انت عايز تعرف تركيب العمود الفقري عشان تعرف ازاي تستخدمه. ما هو العمود الفقري ضعيف. عباره عن ضعيف جدا. بس هذا الضعف والله في حكمه واعجاز في تركيبه غير طبيعي. يعني احنا لو فكرنا في تركيب العمود الفقري لا ده ما يشيلش حد. ازاي بيشيل وبيقاوم والناس بتعيش بيه؟ الفقره هي الجزء العظمي هو الاقوى في العمود الفقري. الغضروف هو الجزء الظاهر بالنسبه لينا هو الاضعف في العمود الفقري. ده بيبقى سوفت وطري كده جميل وبيبقى ما بين الفقرات وبعضها بيبقى عامل زي الوساده. والعمود الفقري بتاعنا مش حته واحده، ده ربنا مقسمه 7 فقرات في الرقبه، 12 في الصدريه، 5 في القطنيه، 5 في العجزيه، 5 في العصوصيه. عندي مجموعه من الفقرات المرتبطه ببعضها، وما فيش فقره تشتغل لوحدها من غير ما الباقي يكون شغال معاها. الفقرات دي بيربطها عضلات، بيربطها اربطه من قدام ومن الجنب ومن ورا، وجواها اغلى حاجه في جسم الانسان حبل الشوكي. الحبل الشوكي. يعني احنا دايما يعني ملاحظتنا على العمود الفقري او على الجهاز العصبي كله ان ربنا خلقه محمي. المخ محمي بالجمجمه، الحبل الشوكي محمي بالفقرات العنقيه والصدريه، الاعصاب الطرفيه محميه بالفقرات القطنيه. هو تعريف حتى السي ان اس الجهاز العصبي المركزي كفرد وزبون اند مننجيز اند ما يعني يعني لازم محمي زي كفرد وزبون لانه غالي قوي وقيم جدا واحنا مشكلتنا ان احنا بنستهين بيه. فالحقيقه العمود الفقري لا ده عمود ده يعني حمال الاساسيه. فاستخدامنا الخاطئ ودي دي شكل الفقره وده الازرق ده هو دي الوساده اللي هي بتاعت الغضروف. طب الغضروف ده في الاخر بقى اقوى من العظم عشان نبقى عارفين. بس الاستخدام الخاطئ بتاعه بيعمل فيه تاكل. يبدا ينشف، الميه والسوائل اللي جواه والدوره الدمويه بتاعته تبدا تقل، يبدا لما بينشف بيتشقق، عارف زي الجبس كده يطق كده منه من جوانبه، تبدا الماده دي تخرج بره تلمس العصب او تضغط على العصب، تبدا الفقره اللي فوق والفقره اللي تحت ما عادش في حاجه تحكمهم. يبدا يتحرك. تتحرك دخلنا في مشكله ثانيه في العمود الفقري غير الغضروف بقى اسمها انزلاق فقاري. انزلاق الفقاري ده 4 درجات، درجه اولى ثانيه ثالثه رابعه، وفي الخمسه اللي هي خلاص بقى ساب العمود الفقري من بعضه. فمشاكلنا مع العمود الفقري كتيره ولازم نكون مركزين معاها ازاي نعالجها صح. عايز اقف قدام حاجه مهمه جدا باننا بنتكلم برضو في الام اسفل الظهر، الناس بتسمعها كتير وبترددها بينها وبين بعض، عرق النسا. نقف قدام عرق النسا. عرق النسا ده هو التعريف البسيط جدا، هو بالانجليزي اسمه سياتيكا. سياتيكا او التهاب العصب الوردي. سياتيك نيرف انجري. سياتيك نيرف. احنا هنا بنتكلم على السياتيكا، ده نوع من الالتهاب في هذا العصب. والاحساس ده اما يا اما بيبقى تنميل، يا اما حرقان، يا اما شكشكه زي الابر كده، يا اما لسعات زي الكهرباء، يا اما سيفير بين بقى يعني عارف ضل ايكنج وجع جامد كان حاجه بتتقطع او حاجه بتتشد. هو ده تعريف عرق النسا. العرق النسا معناها حاجه ببساطه جدا، يعني حتى الناس في البلاد والقرى والاقاليم عارفين، يقول لك عرق النسا او ريح الانس او عرق الانس. ده تعريفه ان انا كان عندي غضروف صغير وكبر وبدا ينزل فين؟ ده بينزل على رجليا. عرق النسا تعريفه ان ده التهابات في العصب الوركي اللي نازل هنا على رجليا. اللي بيبقى في الرقبه ويسمع في الدراعات ما بيسموش عرق النسا، بنسميه التهاب في الضفيره العصبيه اللي يسمع. ياخد الصبع الصغير واللي جنبه تنميل وخدلان ووجع، وايديا مش عارف امسك فيها، وايديا بتترعش ومش عارف البس الجاكيت، مش عارف البس الطرحه، وجع في رقبتي، الكلام ده كله. هو الرقبه زيها زي الظهر، بس الظهر بنتكلم عليه ده اسمه عرق النسا. عرق النسا ده اسمه عصب يبدا في اسفل الظهر، بيزيد جدا لان السيدات اكتر ناس عرضه لاستخدام الظهر، سواء في الحمل المتكرر، سواء في شغل البيت والتوطيه والشيل، سواء في الوقفه الكتيره. فلما ظهر عرق النسا بيبقى عامل زي جمره النار كده، زي ما الصوره بتبين حريقه كده في الظهر. عرق النسا حقيقي بيبقى ألمه صعب جدا الحقيقه يعني. وياما ناس بقى بتجري بتدور على علاجات لعرق النسا مسكنات. اب تو ايه؟ يعني شايف اللي بيشيل او الست الحامل او اللي طبيعه عمله غصب عنه انه لازم يشتغل، اللي بيشيل الاسمنت، اللي بيشيل الطوب، اللي بيسوق عربيه لمسافات طويله. الجزء الثاني اصل مش كل الناس بيشيله. ده في جزء احنا بنعتبره مرفه بس هو مش مرفه، هو غلبان جدا. يعني اللي قاعد على مكتب طول اليوم، سواء اعمال كتابيه، سواء مدرس، موظف في بنك، قاضي على منصه، وكيل نيابه،
شغله كتابي ده بيقعد بس 6-7 ساعات يمسك مذكره بتاع مذيع يعني الاعمال دي الحقيقه في ناس تايلهم الناس دي ما بيجيلهمش لا ده عمودهم الفقري بيعاني جامد جدا في هذا الموضوع. فعرق النساء هو لفظ دارج لالتهاب العصب الوركي اللي هو كان غضروف وكبر بدا ينزل على العصب بتاع الرجل. يعني دي مرحله من مراحل الغضروف او انفجار الغضروف او الانزلاق الغضروفي اللي يتبعها بعد شويه بقى الانزلاق الفقاري. نروح حضرتك في السلم. فبجد اللي عنده ده لازم نمشي عليه. بيلفت نظر حاجه غريبه جدا دكتور ايه. يعني دايما الناس لما بتقول لك انا عندي عرق النساء دماغهم يتجه لحاجه واحده بس. مش الدكتور المجبراتي اللي بيعمل حجامه اللي بيعمل خزامه اللي بيكوب النار اللي بيعمل لزقه اللي بيشد الفقرات واخد بال حضرتك. لما بنيجي بنشوف الناس دول ونعمل لهم اشعاعات يعني احنا معانا اشعاعات هتشوفها غريبه جدا. اللي جاي في مرحله عرق النساء ده يقين انا عندي كده ان دي مرحله اولى انت في البدايات. لان انت بتلاقي بقى ما عادش كلام عرق النساء ده في فقره مكسوره ومنقوله ايه واحنا تحت بند عرق النساء يا لهوي. بس انت متخيل عرق النساء ده بادئ بقاله قد ايه؟ هو ده كسره في حادثه ولا ده ساحه لغايه لا 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 ده تاكل في الغضروف والغضروف ده اللي ماسك الفقره وانا طول اليوم بوطي وبشتغل الفقره ثابت وتحركت شايف عده اخر فقرتين من تحت. شوف فقره بتعمل زي السلمه وزي الدرج ده كان اسمه عرق نسا بس دلوقتي مش عرق نسا ده اسمه انزلاق فقاري درجه ثانيه وثالثه. يا خبر يعني الموضوع صعب جدا. من ده بقى كتير هنشوف بقى كام اشعه كده لحد ما بنوصل شو ده بقى فين ده واخد من اول الفقره الاولى سايبه والثانيه سايبه والثالثه لحد الخمس فقرات سايبين من بعض. طب هي الفقره كل ما بتتحرك وبتكحت في الفقره الثانيه يحصل فيها حاجه تسمى تاكل. نبص بقى على اللي بعدها كده على طول كده ها السواد اللي بقى في جسم الفقره ده ايه يا دكتور ايمن؟ العظم نفسه اتاكل اتاكل وحصل التهاب بقى عامل زي الخراج. ودي ناس كتير جدا تقول لك ما حدش بيطيق يلمس ظهري. عارف اللي بتيجي تقول لك بقى اصل ظهري لو جه حد يلمسه فعلا بتصرخ. حد من الاولاد لمس ظهري في البيت جيت اعمل حاجه وطيت وحد بيلمسني نار قايده. القصه دخلنا بقى في المرحله بتاعت ما يسمى تاكل الغضروف وتاكل والتهابات في الفقرات نفسها. نبص بعد شويه على فقره كمان. انت هل تعلم ان ممكن فقره تختفي تماما؟ دي تاكلت الخراج كلها كلها. هو ده مش خراج بس تاكل في جسم الفقره. اكل الفقره الخامسه والعجزيه الاولى وتحول فعلا في الاخر كفتي. بقى زي خراج كفتي. في الاخر انت عارف ده علشان اعمل عمليه ده انا محتاج اغير فقرات واشيل فقرات وساعات العمليه دي ما تنجحش جدا وساعات بنرفض نعملها. يعني انا ممكن اجي يجيلي بالشكل ده اقول له معلش بقى خلاص لان مفيش بنفيت. العلاج ما بينتظرش. انت العلاج دايما بتاعنا محدود زي اي حاجه. في جهاز حضرتك بتجيبه ممكن تصلحه مره واتنين كسره وده كسر بقى ايه حركه وقع خبطه مطب في عربيه جامده يكسر كسر في رقبه وكسر في ظهر بنشوف المناظر دي. يعني العمود الفقري بينتقل كله من مكان لمكان. الموضوع مش دايما بسيط. يعني ساعات المريض البرزنتيشن بتاعته والتواجد بتاعه عند الدكتور او في المستشفى بيبقى بمصيبه من المصايب دي. انا بعتبرها مصيبه. طب عارف يا دكتور ايمن الناس لما بيجي بالحاجات دي كلها جاي وفي دماغه ايه؟ انه هيرجع يمشي على رجله. الموضوع بس انت ماشي هو شويه دواء وبتاع بتقال له كده العمليه اتقال له هنعمل لك عمليه يا باشا. طب المناظير والليزر طب ايه رايك الليزر؟ بالمناسبه دي يعني في كارثه دلوقتي بتواجهكم في نصب في بعض القنوات. نصب كتير كتير بيطلعين كريمات ومطلعين ادويه كتير. وعاملين عليها لقاءات وبيأجروا ناس تتصل بالتليفونات. طبعا وانا خفيت والحمد لله شفت وكان عندي انزلاق غضروفي وخدت المنتج الفلاني وانا بقول انا بقول اهو ما حدش يشتري منتجات من خلال التلفزيون يا جماعه. ما حدش يشتري لا كريمات ولا بتاع من خلال التلفزيون. الناس تفكر بس شويه ونشغل دماغنا يعني واحده ده في حاجه نصبيه جباره شغاله دلوقتي على الانزلاق الغضروفي والغضروف بتاع الركب. طب يقول لك بترجع الغضروف تاني. قصه الانزلاق الغضروفي ناس كتيره بتعاني منها ومش لازم كل الناس تتعذب وتوصل لهذه المراحل. احنا لازم نروح للدكتور بدري ونكشف ونشوف. طب بنعمل ايه؟ المريض بيجي بنفحصه ونطلب اشعاعات. والنهارده الاشعاعات هي جزء من العلاج بتاعنا هو الاشعه اللي انا بعملها. واهم اشعه في العمود الفقري هي اشعه رنين مغناطيسي والاشعه العاديه. المقطعيه بنطلبها في بعض الاحيان. نعمل الاشعه يبان المشكله ايه. نبدا نحط الاستراتيجي بتاعه الايه العلاج. هي في نقطه مهمه جدا. يعني في ناس بقى مشهور دلوقتي استخدام الواتس والفايبر وبتاع واحد يبعت لك صوره اشعه. طب اديني علاج عليه. علاج على ايه؟ المريض النهارده عشان تبدا تعالجه لازم تفحصه ولازم تشوف لان مش كل اللي في الاشعات
باين ان عنده غضروف يبقى انا هعمل له عمليه. احنا بنقول 80% من الغضروف اللي في بدايته ولم ينفجر ما انفجرش اقدر اعالجه بالعلاج ويخف خلال من 4 ل 6 شهور. طب لما بيجي بقى والفقره اتحركت وسايبه ومتاكله ومكسوره ومشروخه والحاجات دي كلها وصلنا وبدا يحصل ضمور في العصب والرجل بدات تخس والقرحه بدات تزيد والاحساس انا مش حاسه، يبقى ساعتها بنتكلم في تدخلات. التدخلات بتبدا يا اما حاجات بسيطه جدا يا اما حاجات كبيره، ما هو على حسب انا عندي ايه وهعمل ايه. يعني انا التدخل انا ما بختاروش، التدخل انا بختار ما يناسب هذه الحاله. يعني في واحد يقول لك هو انت يا دكتور ما بتعملش بالليزر؟ لا يا سيدي ما بعملش بالليزر. يا سيدي انت محتاج فحت وردم، يعني العمليه بتاعتك عمليه محتاجه جراحه، وكلمه جراحه النهارده مش كلمه عيب، احنا راجعنا العلم على مستوى العالم كله. بدا يتخلى عن الجراحات التداخليه الصغيره حقيقي، هي كانت قفزه كده وتعالى نعمل عمليه صغيره ها تحل الموضوع. ثبت ان هذه العمليه الصغيره عمليه فاشله، يبقى انا عندي ده واحد مريض عنده فقره سايبه ومنقوله من مكانها والغضروف متاكل. كنا بندخل يقول لك انا هعملها لك بالمنظار، عمل العمليه بالمنظار هي 3 شهور 4 شهور رجعت باظت تاني. ويمكن حضرتك حضرت معايا وقت احد الدكاتره ودخل واتعمل فيه عمليه و2 و3 وظهره باظ وجالنا في الاخر عشان نعمله، ولما بنقول الحاجه الصح ما بيسمعهاش. طيب ده من احدث الحاجات اللي موجوده، بنتكلم في الموضوع ده قبل الهوا. ده من احدث الحاجات الموجوده. ما احنا بنتكلم ان هي ثقافه مش مرتبطه بتعليمك، يعني ثقافه جواك. بس دماغ الناس غلط، هي ساعات ساعات ان الواحد يكون دكتور ده ساعات يوديه في داهيه. طبعا. ده بنعمل ايه بقى؟ فقره سايبه ومكسور ما لازم اثبتها، اقويها، اعمل لها دعامات. الموضوع مش من كنا بنربطها بسلوك وبعد كده بنستخدم شرايح العاديه ومسامير ثم بنعمل دعامات حركيه او بدائل غضروفيه او كلام من ده. انا بختار ايه اللي ينفع مع المريض، اللي ينفع في فقره غير اللي ينفع في 2 غير اللي ينفع في 5، اللي ينفع في واحد عنده هشاشه عظام غير اللي ينفع في واحد عظمه كويس، اللي ينفع في حد وظيفته طبيعتها انه بيشيل وبيحط يعني راجل اكل عيش ومش هتعرف تغيرها، الفلاح بتاعنا اللي هو بيشكل يعني ظهور مصر كلها، الناس الصنايعيه والفلاحين دول هم اللي شايلين البلد. مش هتقدر تقول له اقعد بقى بعد كده وبيع سجاير في الطريق، مش هتقدر تقول له غير مهنتك، لازم يشتغل. اختار اللي يناسبه، مش تختار الموضه. الموضه ما تنفعش مع الناس. انا بختار ايه اللي ينفع معاك مع طبيعه عملك. اللي ينفع مع مريض اللي في هولندا وفي المانيا وفي فرنسا مش المريض المصري بتاعي. يعني حتى هم لما بيسافر بره بتتعمل له العمليه اللي تنفع عندك هنا مش بتاعته هناك. يعني في ناس يقول لك ده انا رحت المانيا فتحوا له ظهري قد كده. ما هيفتحه لك لان هو بيشوف انت طبيعتك وحياتك ماشيه ازاي. واخد بال حضرتك؟ هنا انواع ثانيه، يعني احنا بنتكلم في واحد عنده فقره، ده جميل جدا اللي جيب فقره وفقرتين ده جميل جدا، ويعني هنقول ان هو بياخد باله من نفسه شويه. طب اللي بيسيب نفسه لما يبقى 4 5 6 فقرات الظهر تعبان وتيجي تكشف كمان تلاقي الرقبه كمان تعبانه وتبقى عندك قضيه، طب اعمل له الرقبه ولا اعمل له الظهر؟ وتيجي تدخل في مقاسات ثانيه، ده الرقبه ده محتاجه فوق وتحت، وتيجي تدخل في مقاسات ثالثه، يجي واحد يقنعه بقى بعد ده كله يقول انا بعمل لك عمليه ها ملاحيه. الجراحه اللي قدامنا دي نوع من الجراحات الملاحيه. واخد بال حضرتك؟ دي نوع من الجراحات الملاحيه. الجراحه الملاحيه بتنفع في ايه؟ ما تنفعش في واحد عنده غضروف منفجر، ما تنفعش في واحد عنده الغضروف متاكل والفقره متحركه متزحزحه. بتنفع اكتر في الناس اللي عظمها كان كويس وبعد حادثه او بتاع الفقره ثابت، فبدخل بفتح بقى لو فقرتين عندي فقرتين بس بعمل له 6 خرام. 2 يمين 2 شمال 1 فوق 1 تحت. تيجي تكتشف ان ظهره بعمل زي اللي كان ماكو بالنار ده كده، وكل فتحه 1.5 سم أو 2 سم، يبقى انا في الاخر عملت 10 سم. اوري حضرتك حاجه كده واسمع تعليقك في عجاله شديده على ما سنراه الان. مش تعليقك انت بس، تعليق الناس كلها لازم يبقى كمان اللي احنا بنشوفه احيانا الناس كلها تعلق عليه. تعال نشوف مع بعض ده فيديو لواحد بيعالج بيه حاجه كده. ده بالشد حبيبي ده. انا حضرتك وانا شفت مره بنت اتشلت جالها شل الرباعي مع ناس زي دول. احنا جبنا قبل كده ان ولاد حضرتك مره واحده رقبتها اتكسرت. وبنت جالها بنت في هندسه عين شمس في كليه الطب، لا في كليه من جامعه عين شمس. في عين شمس ودي كانت من الفيوم الحقيقه. بص يعني هيروح جاي شد الورا تك الشده. ده بركه.
بركة ايه ده؟ بركة ده بركة انه قال ايده بركة. وشوف بقى الجراح الرهيب اللي قام وبيرمي لك العدة بتاعته. انت متخيل؟ انا شفت رمية دي، رمية بس فيها سفة جامدة. رمية رمية محترف، رمية ساحر. وابدا الف بقى على الجنب الثاني عشان ايه الفكره يعني؟ ما هي من نفس القعده. لا 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 لا، الجاذبيه الكونيه بتاعته بتتغير لما بيعمل شمال. ده هيعمل الرجل. يشيل. بس انا عايزك تاخد بالك البتاع اللي هو بيربط دي شكلها بتاع ده. الطب ده متوفر في اماكن معينه يعني. انا عندي انا بيجي لي كتير جدا من اصدقائنا الحقيقه ومرضى في اليمن. اليمن عندهم حاجات من بص البتاع دي يعني طب حديث جدا. ده يعني طب المرجيحه مأساة يعني. اللي بيحصل ده اقسم بالله مأساة. هو هياخده على اخوانه كده. واحد يشد من الرقبه وواحد يشد من الرجل. ده اجنان. ده المرض هيتخض ويتفك ويجري. ده ممكن يموتوه في حركه. والله العظيم قسما بالله هذا الكلام، الفيديو ده لما يعرض في اي مكان في العالم الناس دول لازم يجوا يتعلقوا. لازم والله العظيم. على فكره انت الفيديو ده يدينهم ادانه رهيبه جدا جنائيه. انت عارف زي واحد بيمثل جريمه قتل بيوريك انا قتلت واحد ازاي. هو ده كده. ده ممكن تسبب في عاهه مستديمه البني ادم. ده لازم الصور دي تروح لمباحث. لا 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 البلد دي صحه الناس بقت مستباحه وحياتهم بقت مستباحه. انت بتنسني النهارده واسعدتني وابهرتني كالعاده بوجودك معنا. وجودك معنا اسعدنا كثيرا جدا واضفت اضافه كبيره جدا للاعلام وطبعا الجراحه بكل اشكالها المتعلقه بجراحات العمود الفقري. ابقى للناس حاجه مهمه جدا، ارجوكم ما تستسلموش. والله اللي انا حكيت لكم النهارده ده حصل قدامي. والله الشخصيه اللي كانت بتعاني من ظهرها راحت لواحد ناس ايدي ده لسه من اسبوعين وقالت لي نصب. رحت ورجعت بأسوأ مما كان بقى. تاني يوم كان بتصوت من الألم. وايه يعني بنت سنها صغير يعني 30 سنه ولا حاجه. في ناس بتتحسن خلي بالك بس عشان مثقفه وحاجه يعني. في ناس بتتحسن عشان الخدعه بتيجي من هنا يا دكتور عيب. عارف مين اللي بيتحسن؟ حد عنده شويه خشونه ساعات بتبقى الفقرات اتيبست او اربطه حصل فيها مش عارف ايه. مجرد لو انت حتى في البيت جبت حد ودلكها لك. لا لا دي بتفكر. هو بقى يروح هنا وهو رايح متكلبش كده يقول لك ده طلع بص ملبن بيجري. هي دي اللي بتودي الناس في داهيه الحياه. ضيف العزيز الاستاذ دكتور محمد صديقي ودي نورتنا وشرفتنا. خليكم دايما مع الناس الحلوه. الوقعه والخبطه في الدماغ في منتهى الخطوره لانه خبطه الدماغ مهما كانت بسيطه على الاسفلت او في اي حاجه صلبه ممكن تؤدي الى اولا نزيف في المخ ممكن ما يبانش ساعتها. وخلي بالنا من الحكايه دي ان اللي بيقع من على موتوسيكل ممكن جدا يقوم بوعي ويروح المستشفى بوعي ويروح بوعي وما تعملوش بقى اشعه مقطعيه وهو بينزف داخل الجمجمه بينزف جوه الجمجمه من جوه ما بين الجمجمه والمخ والنزيف عمال يزيد لغايه لما يصل الى مرحله نزيف يضغط على مراكز معينه في المخ قد يسبب لا قدر الله خلل خطير شلل او فقد احساس او ممكن يتسبب في الوفاه بعد ما الحادثه انتهت بفتره بساعات.